بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بحضراتكم جميعا. خلال الفترة الماضية لحديث لدى وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية واهتمامات الرأي العام وعلى وسائل التواصل الاجتماعي إلا مجموعة من الملفات ما زالت مستمرة معنا، هو الحوار الوطني أو ترتيبات الحوار الوطني أو الاستعداد للحوار الوطني، وأيضا الآثار الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية وموجات التضخم العالمية. ما زالت الآثار تتزايد وتتشعب في أكثر من مجال حتى وصلنا إلى قلب الأزمة الاقتصادية. الحكومة المصرية كان لها مجموعة من الإجراءات الاحترازية والإجراءات الاستباقية حتى لا تتفاقم هذه الأزمة. أيضا لدينا مجموعة من الموضوعات الأخرى التي يهتم بها الرأي العام، سواء على مستوى المشروعات القومية الكبرى واستمرارياتها، وأيضا الإجراءات التي نراها رأي العين من افتتاحات المشروعات الزراعية بتؤكد وتعمق أن القيادة السياسية والحكومة المصرية كان لديها رؤية بعيدة المدى في قراءة الأحداث الدولية. أيضا ربما ما جرى في مباراة الأهلي والوداد المغربي وما سبقها من لغط كبير حول مكان إداء هذه المباراة وأيضا النتيجة وما جرى ربما يفتح مجال كبير للنقاش والجدل، ونحتاج إلى قول فصل أو فصل الخطاب في هذه المسألة. أيضا النهاردة كان في قرار من وزارة المالية برفع قيمة الدولار الجمركي لرقم 18.60 قرش، تأثير هذا على الأسعار في مصر اللي هي مرتفعة، وصلت نسبة التضخم إلى ما يقرب من 15% زينا زي باقي دول العالم. أيضا ربما كان تقرير أو شهادة موديز إن الاقتصاد المصري رغم ورغم ورغم إلا إنه نظرة سلبية زي معظم اقتصادات العالم الناشئة. أيضا هذه الموضوعات وغيرها ربما مناقشتها بشكل يومي مع حضراتكم كان في نوع من الرأي الذي يلي الخبر، وكان الرأي هو الجانب الأكبر من الموضوع، والرأي كنت بقول إنه رأي شخصي. النهاردة خلونا بدل ما يبقى رأيي خلوهم ثلاث أراء، وهذه الأراء لمجموعة من الملف في مجموعة من الملفات لصديقين العزيزين، الكاتب الصحفي الأستاذ محمود مسلم عضو مجلس الشيوخ، أهلا بيك منورني، والإعلامي والمحامي الدولي أستاذ خالد أبو بكر. أستاذ خالد أهلا بيك، مشرفني ومنورني. خلال كل يوم على مدار الأسبوع أنا بتكلم بجيب ما يجري وأبدأ أقول الخبر الأول مجردا، ثم أبدأ فيه عملية تحليل من كافة الزوايا وبنتناول الموضوع، لكن أعتقد أنه الأزمة الاقتصادية هي الصوت الأعلى خلال المرحلة الحالية، وأعتقد مطولة معنا شوية، وده بيجرنا للحرب ونتائجها والمدخلات والمخرجات من الحرب، وبنرجع تاني بسرعة نلاقي الحوار الوطني وبرضو مدخلاته ومخرجاته والجدل والشد والجذب، وبنجد أن الأمور كلها بتسير في الملفين دول بشكل كبير جدا. اتقابلنا من حوالي أسبوعين ثلاثة، وأعتقد كان الناس سعداء جدا بالحوار المفتوح، وحد وناس تقول لي انتوا جايبين اصحابك يعني مثلا، فانا برد عليهم بقول لهم جايب اصحابي يعني مش هقعد يعني كل واحد من اللي موجود قدامي قامه كبيره، يعني انا بتشرف ان انا قاعد معكم بصرف النظر عن الصداقه. يعني خليني ابدا بالاستاذ محمود مسلم، وهبدا من ملف ربما يكون غير متوقع في الكلام اللي انا بقوله دايما، وبكلمك بصفتك راجل اهلاوي يعني، ومعلش يعني هبدأ بيها أستاذ خالد لأنه المفروض أختم بالأهلي، لكن أنا هبدأ لأنه أعتقد خروج الأهلي من النهائي أنه لم يحصل على الكأس أحزن للجميع، سواء أهلاوية أو زملكاوية أو غيره، وأنا أحد هؤلاء الذين يعني نالوا قدر من الحزن، لكنه حزن صامت لأني مش متخصص في الكرة، لكن أنت راجل لك يعني باع في الكرة وراجل أهلاوي لا يزايد عليك أحد. فرأيك في المباراة والإجراءات اللي سبقت المباراة، وإزاي لعبنا المباراة في بلد المفروض يبقى فيه بلد محايد، وأداء المدرب وأداء اللعيبة، وإحنا رايحين فين يعني؟
بص يعني خلينا نقول ان الاهلي اتهزم في المباراه دي جوه الملعب وبره الملعب، داخل الملعب وخارج الملعب، وان الكاف من وجهه نظري نجح في انه يهدي الكاس للوداد المغربي، الكاف الاتحاد الافريقي، والاهلي للاسف ما كانش على مستوى الحدث في إدارة هذا الموضوع، سواء الأهلي بقى أو اتحاد الكورة أو بتاع، يعني كلهم مع بعضهم. ده بالنسبة لبرة الملعب. جوه الملعب الأهلي اتهزم، يعني دي مش وما اتهزمش مثلا زي ليفربول كده فقلنا والله ده ليفربول لعب حلو بس ريال مدريد خدت البطولة. لا، الأهلي لا لعب ولا نتيجة. الأهلي من أول التشكيل وحش، تغييرات وحشة، اللعيبة لياقة بدنية صعبة، يعني لياقة بدنية ضايعة، اختيارات اللاعبين ومراكزهم وإدارة المباراة سيئة جدا. لا الأهلي فيه مشكلة، وبعدين دي مش مشكلة يعني دلوقتي، المشكلة بقالها كتير. اللي كان بيعوضها أو اللي كان بيخلي الناس تتجاوزها فكرة الأهلي بيكسب. الأهلي بقاله شهر عنده مشاكل، يعني الأهلي كان بيلعب وحش ويكسب، وكان عنده مشاكل وبيكسب. الأهلي بقاله بقى يعني في الدوري نتائج مش معتادة خالص، تراجع في النتائج بشكل الشهر الأخير ده، وكمان جينا بقى في البطولة الأفريقية ولا لعب ولا فوز. فلازم حساب، يعني اللي بيعتقد ان الدنيا هتمشي كده، انا مش شايف ان الدنيا هتمشي كده. انت عندك لعيبة مثلا، خليني اقول لك محمد هاني ده، الناس يعني خلاص يعني 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 الراجل واقف في الجون التاني بيحلق على الراجل، يعني انا ما يخش على الكرة بيحلق على الراجل. طاهر محمد طاهر لحد دلوقتي محدش يعرف بيلعب في الاهلي ليه. طبعا مكسيكوني، خد بقى معاك كمان ايمن اشرف بتاع، يعني في ناس كتيره قوي، صلاح محسن، يعني في ناس كتيره في الاهلي ما تعرفش في الاهلي بدون اضافه. لكن في مشكله كبيره في المدرب واداره الكوره بقى، سيد عبد الحفيظ اللي هو يعني خلاص اكتفى بدور ان هو يعترض على الحكم، يعني ما تحس اللعيبه كده مفيش روح، مفيش جمله. يعني احنا متعودين على حتى الكور الثابته في الاهلي ما فيهاش جمله، يعني الكورنر، الفاول على حدود المنطقه فيهاش جمله. احنا ما عندناش حد بيشوط من بره المنطقه، الاهلي كل 10 ماتشات على بيعرف يجيب جول من بره المنطقه، واخد بالك؟ اللي هو الشوط لما بيبقى الدفاع مقفل فحد يخش يشوط، مفيش. يعني قفشه ده بكل تاريخه ما جابش غير القضيه من بره المنطقه، غير كده كل الشوط، وجون مره كمان في نهائي بطوله افريقيا السنه اللي فاتت، واخد بالك؟ لكن غير كده كله بره، كله بره، كله بره، كله بره، حتى مش الجون بيصدها، يعني الجون يصدها لبره، لكن اعظم بره. عندك حمدي فتحي كان اداءه وحش جدا، والمدرب مش مجهز لعيبه، وواضح ان هو كمان تعاملاته مع لعيبه صعبه، يعني بس الراجل المدرب ده ليه بالارقام جايب كويس قوي، كويس قوي، كويس قوي. انت شكلك، انا ماليش في كوره والله. انت شكلك من اللجان الالكترونيه بتاعت الاهلي، هو اللي بيقعدوا لك الكلام. لما تيجي تلاقي يطلع لك لجان الالكترونيه يقول لك الكلام ده. بص بقى المدرب، يعني انا المدرب اولا على فكره الفقره دي والله يا استاذ خالد لا مجهز ولا انتوا حتى يعني مستغربين ان انا ببدا بيها. حتى ممكن يكون الناس اللي بيتفرجوا علينا يقول لك ايه يا عم الناس دي جايين نتكلم في حاجات، بس انا قلت ابدا الاول كده لغايه ما يعني هو برضو وابراهيم طبعا مبسوط جدا، هو شان قومي، شان قومي برضو، يعني مشكله الاهلي شان قومي، لان كان نفسنا الاهلي السنه دي احنا على مستوى المنتخب وعلى مستوى حتى الانديه اللي لعبت افريقيا السنه دي خسرانين، فكان نفسنا انا كان الأهل. نفسي وكنت متعلق بالفوز ده عشان حاجه بس افرح الناس. يعني الناس محتاجين فرحه بس. صحيح. فالموسيماني ايه عيوبه؟ موسيماني عنده مشاكل دايما في التشكيل والتغيير، اللياقه البدنيه بتاعت صعبه جدا، وناس تقعد تقول لك اجاد ولا في اجاد ولا حاجه، احنا لسه في نص الموسم وفيهم لعيبه، وادى اجازات للفرقه مره 12 يوم ومره مش عارف شو. خد كم بطوله مع الاهلي؟ هو طبعا اهم حاجه عنده البطولتين الافريقيتين، ودول كويسين، بس خلي بالكوا برضو، يعني اعتقد يا محمود بيه لو يعني لو حد اي مدرب ابن خد بطولتين افريقيا يعني ده مجد، يا يعني نشأت بيه، يا نشأت بيه. ما هو برضو الناس بتتكلم بدون السياق العام. السياق العام احنا الاهلي ده واصل نهائي 5 مرات من 6 مرات، فهو لما يعني يجيب 2 طبعا انجاز كبير، بس يعني ما هو ما جابش فرقه من القاع راح واغسل بيها خد بيها الكاس. مفهوم. الحاجة التانية الراجل خسرك الدوري، ولو قعد السنة دي مش الدوري بالاهلي مش هياخد الدوري، هو الراجل مش بتاع، يعني انت بتوصل انه يمشي. انا ما اعرفش الاهلي ليه لحد دلوقتي ساكت، يعني على فكرة في واحد زملكاوي في الكنترول بيقول لي النبي خليه قاعد.
يعني هو فرحان انه ايه؟ طبعا هو مكسب طبعا لاي فريق منافس. بجد موسيماني مكسب طبعا، لان الراجل انت كل المباريات بتبقى رايح، ما عندكش حد ادنى، ما عندكش توقع ده ممكن يكسب. الاهلي بكفاءاته وادارته وغيره، ما هو يعني مش شايفين، انت مش شايفه؟ ممكن هم عندهم حسابات تانية. بس انا استغرب مثلا، احنا عندنا شركه الاهلي اللي بيرأسها ياسين منصور، دي داخله على سنه ولا سمعنا عنهم اي حاجه ولا بيعملوا اي حاجه. طب يعني بيتقالوا ليه؟ واخد بالك، شركه الاهلي قال لك هم دول هيديروا الكوره، هم دول هيعملوا صفقات، ولا شايفين صفقات ولا شايفين مدرب عدل ولا شايفين اي دور ليه. استاذ خالد اعتقد ماشي. عايز يقول حاجه في القصه دي. ماشي يا استاذ خالد يقول يعني. لا انا هقول، هبتدي من الجمله اللي حضراتكم قلتوا عليها، اللي هو احنا ليه بنناقش هذا الموضوع. على فكره برضو عشان المشاهدين يعرفوا ان انا معايا اثنين اهلاويه، يعني الاثنين اهلاويه بشكل ضار يعني. لا انا بس الوصف ده مش مرضي ليا. انا مصري وبعدين اهلاوي على طول. يعني تاني وصف احب اتوصف بيه دايما لحد ما اموت اني اهلاوي. يعني ده بعد مصريتك. بعد مصريتي اهلاويت فورا بلا نقاش. فانا الاهلي يمثل لي جزء كبير من كياني. لكن ايه اهميه ان احنا نطرح هذا الموضوع في البدايه؟ لا، له اهميه كبيره جدا، له بعد في الامن القومي، له بعد في شكل مصر، له بعد انه اي مشكله من اللي حصلت في المغرب لو تطورت. قومي طبعا طبعا. يعني هو كلمه امن قومي بقى. لا لا لا، هشرح يعني لسيادتك. انا ما بقولش اشياء من فراغ. لما تجيب رئيس النادي الاهلي وهو يمثل تقريبا نص الشارع المصري مترجلا من سيارته، مطلوب منه ان هو يواجه رجال الامن اللي عندهم خبر انه جاي، والاثنين من اعضاء مجلس الاداره نازلين يتحايلوا عليهم عشان يدخلوا الاستاد اللي هو من حقه يدخله، اين الكرامه في هذا الامر؟ انت بتمثل مين؟ هو الخطيب رايح يمثل نفسه ولا رايح يمثل تاريخه؟ ده رايح يمثل النادي الاهلي اللي فيه نص الشارع المصري. فهنا لو كانت الامور لا قدر الله قد تطورت للاسوا، اقول لك لا ده امن قومي. لكن لما تيجي تقولي طيب تقبل الواقع الان، طيب ماشي، انا كاهلاوي وكمواطن مصري، ولادي راحوا في النهايه، هم ولاد الاهلاويه ولاد الزمالكاويه ولاد بتوع الاتحاد ولاد بتوع المصري. صحيح. قعدوا في جو وضغط عصبي شديد جدا، دي مش كوره. لا لا يا جماعه، دي مش كوره. عشان مجلس اداره بتاعي يدخل مضطر ان هو يتخانق ويدفع بجسده الناس وبتاع، حصل فين ده؟ والله عمار يا مصر على اللي احنا عملناه في التنظيم اللي قبل كده. الكاميرون والمغرب دول اكبر دليل على ان مصر فعلا هي الاولى افريقيا في التنظيم. ثم بعد كده الله، في نهائي في الدنيا بيبقى من مباراه واحده ويتلعب في ارض الخصم، لماذا وصلنا الى هذه النتيجه؟ لابد ان يكون هناك تحقيق. طب ازاي وافقنا اصلا؟ لا، هنا بقى كله بيرمي الكره على بعضه. لكن انا بقول ايه بقى، مجلس الاداره بكره الصبح يعمل تحقيق يقول لماذا وصلنا الى هذه النتيجه. نمره واحد عشان ما نقعش فيها تاني، نمره اتنين عشان خاطر نحاسب من قصر. صحيح. لكن في امور بقى الاهلاويه بيحبوا الشكل، يعني احنا من ايام كابتن صالح ويهمنا شكل النادي الاهلي. اخشى ان يكون الحرص على الشكل قد اضاع المضمون. في خلل كبير جدا لازم نقوله بكل صراحه. كابتن الخطيب له هيبه كبيره جدا. الخطيب ده صورته كانت في اوضتي وانا صغير، كان اسمه على الكوره بتاعتي وانا صغير، والخطيب بالنسبه لي اسطوره. بس هناك فارق بين الوطنيه والكفاءه، وهناك فارق بين الكفاءه في اليوم الاول واليوم الثاني والثالث. يعني دايما اقول ايه، حب الاغنيه ما تحبش المطرب. يعني قول لي سمعني الاغنيه بتاعتك عشان اقول لك الاغنيه دي عجبتني ولا لا، لكن ليست كل اغاني المطرب تعجبني. فالكابتن الخطيب عنده، خلينا نتكلم بمنتهى الصراحه، مثال مشرف جدا لاي بعثه دبلوماسيه ان يكون رئيسها وان يكون منتمي الى هذه البعثه. لكن في نوع من انواع الخلل في مجلس الاداره، انه في هيبه للكابتن الخطيب، مش عايز اقول خوف، في نوع من انواع انه اللي مش هيجيبه الكابتن الخطيب معاه في الدوره القادمه في القائمه بتاعته هو بالتاكيد فرص نجاحه اقل نظرا لشعبيته. الكلام ده علاقته بالاداره بقى؟ الكلام ده يوديني فين؟ طيب خلاص، انتوا بتديروا احسن ناس في الدنيا، انا كجمهور لي علاقه بالنتائج. النتائج المسطره بتاعت النادي الاهلي مش زي الناس اللي متعوده تاخد المركز الثاني. قول لابراهيم، يعني معيار الاوائل غير معيار الناس اللي متاخره. انا مش معياري تقول لي اصلك بجيب بطوله، لا، انا النادي الاهلي. يعني ما اجيبش بطوله وتقول لي في اخر 90 دقيقه جبت جون الاول والثاني والثالث والماتشات بتاعتي ماشيه كده. لا 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 لا، مش دي المسطره اللي انا ماشي عليها والا ابقى فاشل. انا المسطره اللي بربي عليها اولادي عشان يطلعوا لانهم بيحملوا بيشيلوا فانيله النادي الاهلي. ما انت لو فزت على طول. لا انا ما قلتش فزت على طول، انا بقول لك راقب الاداء. العب العب وفوز. هتقول لي طيب ما انت مش يعني محمود بيه بيقول لك ده كان لازم يجي. لا لا لا، ما يجيش هنا، انا متفادئ يا سيدي. وانت يا سيدي الفاضل حط الشناوي راس حرب، انت حر بس اكسب والعب كويس بشكل يليق بالنادي الاهلي. لما بيكسب ولا وحش ده غير مقبول على فكره. لو لاحظت غير كل المراكز ممكن تلاقي الموسيماني فعلا الشناوي طار راس حربه. لو لاحظت هتلاقي انه مفيش اهلاوي بيفهم في الكوره راضي عن الاداء.
بيفرح ويسكت شويه عشان النتيجه بتحصل فيها مكسب، لكن ده ليس النادي الاهلي. يبقى السؤال، هل سيبقي محمود الخطيب؟ وانا هنا انا اسف مش مضطر ان انا اوجه خطابي لمجلس الاداره، لاني اعرف ان هناك شبه انصياع كامل لكلمات واوامر الكابتن محمود الخطيب. بص يعني ده رايي، معلش يعني معلش يعني هم سايبين الملف الكوره للكابتن محمود الخطيب، وانا اعتقد لا هو لا ده خطأ. احسن لا احسن لا لما لا جاب حسام غالي معاه برضو لا برضو لا لسه مش كده لسه مش كده لسه برضه مش كده. خلينا نكمل بس النقطه بتاعتك. هو لازم بس يتفعل لجنه الكوره. فكره ايه؟ معلش مره تانية، انا بحب نشأة الديه، لكن لو جم قالوا لي هل يجيد الاستاذ نشأة الديه اللغه اليابانيه، مش معقول يكون الاجابه بتاعتي ايوه لاني بحبه. ده موضوع خارج حدود التقييم. السؤال بقى في فن الاداره، في فكره الاداره، مع وجود عزه نفس عند البعض كده ان قراراته دائما صحيحه والى اخره، لا، انا الاوان ان يعرف الجميع ان هذه القرارات بوجود موسيماني واستمراره حتى هذه اللحظه فيها كثير من الخطا، اهم حرقه الدم اللي الناس حرقتها. يعني انا بقول لك كل الاهلاويه باتوا محروق دمهم بسبب موسيماني، بسبب ان احنا ما كسبناش. مش بسبب كويس. لا مش بسبب ان احنا فقدنا البطوله. انت يعني مثلا فاكر الاهلي مره في كاس مصر اتغلب من المقاولين ايام جوزيه وخسر الكاس والناس طالعه مبسوطه بالفريق اداء الاداء يعني انت بتعمل اللي عليك فالناس بتبسط، ودي زي ما قال الاستاذ خالد نمط الاهلاويه، اللي انت اداء ولعب ونتائج. لكن انت طول الوقت عمال تقول نتائج، لما اجي اتكلم بقى لما النتائج تبقى بايخه ويجي حد يتكلم فيقول لك ما هو طب انت لما بنيجي نتكلم نتائج، هو ده منظر الاهلي؟ معلش هو منظر مدير الكوره في الاهلي هو وظيفته يعترض على الحكام كل شويه ويطرد؟ لا واللعيبه برضه يعني في سلوك دي منظر لعيبه عمرو السوليه يرمي يعني انا بسال سؤال، هل النادي الاهلي بعراقته بتاريخه لما يبقى في بلد اخرى يخرج من لاعب منه مشهد بهذا الشكل؟ ايه انت رايح خناقه برضه؟ ده نوع من نقد الذات برضه، ده لازم يحقق معاها مهما كان. هو ده ما يمشيش مع المبادئ بتاعت الاهلي خالص. لا بس في حاجه برضه عايز اقولها، يعني مثلا الكابتن الخطيب كان منفعل لكن عارف يعبر عن انفعاله برقي. في النهايه وقف، ناس كتيره كانت تقول لك لا ما يوقفش وما يسلمش وبتاع، وقف سلم على لعيبته كويس، سلم على الناس كويس، وقال لرئيس الاتحاد الدولي ولرئيس الاتحاد الافريقي ان يعني ما فيش عداله او نفير. الخطيب كمان راح يعني انا دايما بحيي فيه، رغم ان انا شايف ان في مشكله في اداره الكوره، لكن دايما بحيي فيه انه مفيش بعثه ما راحهاش ويقف مع لعيبه. لا في مواقف صعبه، يعني الهلال السوداني في مواقف صعبه، في يعني دايما يروح حتى الاماكن الصعبه، مش الاماكن حتى مثلا لو قلنا المباريات الصعبه بتلاقيه على راس البعثه وحريص ان هو يتواجد، واعضاء مجلس الاداره كلهم بيروحوا واعتقد بيروح على حسابه. لكن هي القصه مش في كده، القصه ان في مشكله في اداره الكوره في الاهلي. احنا قلنا ممكن المشكله تحسن شويه لما حسام غالي دخل مجلس الاداره، فممكن كابتن خطيب يعتمد عليه، وشفنا كذا صوره وبتاع مش عارف. لكن انت لحد دلوقتي برضه كابتن خطيب من ساعه ما جيت ما جبتش مدرب عدل باستثناء فايلر، خد بالك، وفايلر برضه يعني حسب الروايات اللي حكيناها جاي كده يعني، لكن ما فيش مدرب عدل. انا كنت معجب الاول بفكره موسيماني، بس موسيماني كل شويه في النازل. انت جاي كنت مزنوق في بطولة افريقيا فجبت واحد فاهم افريقيا، لكن الراجل كمان بيع كلام، يقول لك انا اصلي ما فهمتش الدوري وسامحوني المره الجايه امسك الدوري، عمال ينزل كده. احنا عايزين نكون عمليين، ماذا يجب ان يفعل مجلس اداره النادي الاهلي؟ مجلس اداره النادي الاهلي وجهه نظري لازم اولا يجيب لجنه كوره يعني على قدر المستوى. رد على نشأة يقول لك انت في حد زي الخطيب؟ لا ما هو الخطيب يعني الخطيب مش بيلعب برضو. رد عليه هو اللي قال بيلعب هو اللي وجه حل. لا مش كده، احنا ما عندناش واحد يلعب بربع مش عارف في حد بيفهم في الكوره زي الخطيب، يعني حد بيفهم. ما هي الكوره ما بقتش فهم بس، الكوره محتاجه فهم واداره وتسويق وصناعه وحداثه، لا محتاجه حاجات كتير ومحتاجه اجيال مختلفه. يعني محتاج تجيب مثلا مدير كوره يبقى جيل قريب من الجيل اللي موجود. لو الاهلي فاز مين؟ ايه انا ابو سيماني الاهلي فاز. لا بص في عدم رضا كامل وغير موسيماني الاهلي بيبقى، انا دايما ما بتكلمش لو هو فايز، ده ممكن من المرات القليله. لكن موسيماني لسه كنت مع قبل من اسبوع مع اخونا تامر امين نفس الكلام، قلت له موسيماني هيضيع الاهلي، وبالك زي ما حسام البدري ضيع الاهلي، يعني بالك مش معقوله طول الوقت الاهلي كمان عنده رد فعل. يعني الاهلي دلوقتي لو بيفكر يمشي موسيماني يقعد اسبوعين على ما يجيب مدرب؟ طب ما انت موسيماني ده الناس بقى لها شهر بتقول لك ده هيمشي بكره هيمشي بعده، يعني لازم يبقى انت كمان عندك خطه وعندك بديل جاهز. ثانيا موسيماني، بص موسيماني كمان من اخطائه الكوره اللي جت الجون الاولاني دي، ان اللعيبه بترجع ورا، دي حصلت 100 مره في الاهلي في ماتش بيراميدز، واخد بالك الشهير ليه؟ لان الاثنين اللي ورا
ما بيعرفوش يقفوا على الكوره. ياسر ابراهيم وايمن اشرف دول المدرسه اللي هي بتطفش يعني برضه. هو دي وجهه ما بيعرفش يبني. احنا بنتكلم بشكل عام بشكل عام ايه اللي يحصل او ايه اللي بيطلبه الجمهور، واحنا اتنين من الجمهور هو موجودين نوجه رساله لمجلس الاداره عشان ما نقعش في ده تاني. اتفضل. الناس بتقول تغيير موسيماني، واستاذ محمود قال نغير اللجنه المشرفه على الكوره. انا رايي تبقى اللجنه كما هي لكن نوسعها، يبقى في اراء حديثه وجديده. ثانيا الاتصال بالاتحاد الافريقي والاتصال بالاتحاد المصري والاتحاد الدولي لازم تتأملوا لجنه بمعنى الكلمه، مش ده النادي الاهلي يتعامل كده ابدا. وده ما يحصلش ابدا. هاجي اللي هوصل للنقطه دي يعني. لما تجيب لي سيره اتحاد الكره وجه ازاي والجو ده عشان هتخلي وانا بنتكلم على فكره الفقره دي فقره كوره. طيب تمام. بقول يعني فبالتالي انا كنادي اهلي اتعامل مع المعطيات كما هي، لازم قالي اتصال كبير بالاتحاد الدولي بالاتحاد الافريقي، ولازم قبل اي ما النادي تطلع طيارته من القاهره يكون في بعثه موجوده قبلها باسبوع بترتب فين هيقعد رئيس النادي، فين لعيبتي هتقعد، ايه الجو، ايه الدنيا، تمام يا فندم اتحرك. هو ده الصح. وكل الامور دي كلها ما تغنيش عن فكره هنكسب ازاي وشكلنا عامل ازاي. شكلنا اخلاقيا سيد عبد الحفيظ يتنبه عليه، انت مدير كره في النادي الاهلي، ما فيش كلام ده خالص. مغلوب مش مغلوب، اتظلمت من الحكم ما تطلعش السلوكيات دي. اللعيب اللي رمى الميداليه ده لازم يتحاكم يتعاقب، تاخد بالك ازاي. في مبادئ، والا النشء اللي بيشوفه ده دلوقتي في قلعه كبيره زي النادي الاهلي، اقول له اللعيب الكبير بيرمي الميداليه وهو نازل في بلد ثانيه، انت بتمثل مصر حتى مهما كانت الظروف. بعد كل ده اجي بقى مع المدرب اللي موجود اقول له والله في حاله عدم رضا نتيجه تكتيك اللعب، حضرتك عندك فكر اخر تعطيه نجربه خلال الثلاث اربع ماتشات الجايين؟ هيقول لك اه. فشل في الثلاثه ماشي، نجح في الثلاثه واصلحنا ما افسده قبل هذا الامر ابقي عليه. هذا اللي انا اعرفه. كل ده لازم يتم بشكل سريع. الراجل ماشى كهربا جاب مكسيكوني، يعني 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 ده فرق كبير بين الاثنين. الراجل محمد محمود ده اللي الانديه بتتهافت عليه بيطلعه بره ال18، وهو كان حمدي فتحي وديانج وعمرو السلامه بيلعبوش. فالراجل الراجل بيحبه يقرا ده حوار بقى لن ينتهي يعني. الحوار الفني ده الحوار الفني ده لن ينتهي، لكن في النهايه هو المدرب والمسؤول، وانا كجمهور ليا النتيجه وشكل اللعب. انتظر من النادي الاهلي قرارات كبيره ومؤثرة حفاظا على مشاعر الجمهور اللي اتحرق دمه ليل كامل. انا برضو عايز اقول لك على حاجه عشان بعض الناس ممكن بيتفرجوا علينا يقول لك انتوا يعني انتوا بتشجعوا كوره مال الكوره. انا نرجع لراي وائل جمعه، وده يعني راجل اهلاوي تقيل يعني. نرجع لراي بركات، نرجع لراي احمد شوبير اللي قال ان مدرب الاحمال فيها مشكله واللياقه فيها مشكله. طول الفترات اللي فاتت دي بقى الحل ان تلاقي اللجان الالكترونيه هجمتهم. هو ده الحل؟ هو الاهلي في اللجان الالكترونيه؟ لا لا لا، هو لا هو, لا هو على ما يبدو ان النادي الاهلي في حاجه الى حوار وطني. اهلاوي ازاي؟ ايوه يعني انت لما يكون لان الامور تشعبت يعني انت اكتر ناس بتدافع عنك على الشاشه وائل جمعه واحمد شوبير وبركات، لما يطلعوا يقول لك ان المدرب وحش وان في مشكله فيطلعوا يتهاجموا. هو في كده يا جماعه؟ طب انت تقول ايه لكابتن خطيب؟ رساله منك للكابتن خطيب بشكل مباشر. والله كابتن انت لازم طبعا انا فعلا زي ما بقول لك انا مقدر جدا الجهد اللي بيعمله بقى يعني. انا بشوف الاستاد وبشوفه بيسافر كتير وبتاع، لكن كل ده ما اذا يعني بلا نتائج فهو مش محسوس. طبعا انا متاكد ان هو نتائج، بس هي اداره الكوره محتاجه. انت كابتن مش بتدير كمان الكوره باليوم، انت بتاسس زي ما انتوا كلكم. كل ما واحد نتكلم مع حد يقول لك اصل صالح سليم عمل وكابتن حسن حمدي عمل، انت برضه بتاسس. فلازم اداره الكوره تتطور عن كده يعني. يعني يعني زي ما بنقول مثلا لجنه الكوره تبقى ناس فيها اجيال مختلفه. الصفقات لازم نشوف طريقه مختلفه. انت اعلنت ان في شركه، فين الشركه؟ بتعمل ايه الشركه؟ ولا حد عارف حاجه، واخد بالك؟ وبعدين هنقعد بقى كل شويه كده يعني كل شويه. معقوله كابتن انت بقالك دلوقتي 5 سنين في الاهلي مفيش نظام كروي يرضي الجماهير؟ امال احنا كنا اللي كنا بنتغنى بيه زمان ليه؟ وفكره بقى اصل الناس لما بتخسر لا مش بتخسر. انا بقول لك انا شخصيا موسيماني في الاول كنت معجب، وفكره كانت فيها خيال من كابتن الخطيب وفيها جرأه انك تجيب واحد مدرب افريقي. والراجل فعلا كنا قبل النهائي وفايلر مشي، فكان لازم تجيب حد عنده درايه بالكره الافريقيه، والراجل نجح وقعد ناجح. بس الراجل بعد كده بقى كعبه عالي على الاهلي مع احترامي للجميع. يعني انت الراجل ماشي مدرب، انت مش عارف تفرض عليه مدرب حتى من الدوري يبقى حتى عنده روح مع اللعيبه. اللعيبه بتلعب من غير روح. يا دي فرقه الاهلي، دي فرقه الاهلي اللي بتجر رجليها وحتى مش ما بيجروش يجيبوا الكوره. دي فرقه الاهلي اللي بتلعب، لا ما فيش روح، في ازمه. وبعدين حتى زي ما بقول لك الدور
المفروض يلعبوا مدير الكوره ما بيلعبوش. طب الدور اللي يلعبه المدرب انتوا ما فرضتوش عليه مدرب، وعندكم مبدا زمان قديم ان ما بنجيش تحت المدرب، ماشي اوكي بنحاسب بالاجمالي. طب فين الحساب؟ احنا قاعدين بقى تحت رحبه ان يجي موسيماني يلعب ماتش. وانا بقول لك تاني، موسيماني ملوش في المباريات بتاعت الدوري وملوش في الدوري، والاهلي هيخسر الدوري لو موسيماني استمر. ده راجل بيضحك علينا، السنه اللي فاتت قال لك اصلا انا ما كنتش فاهم الدوري وبتاع، ده كارثه في حق الاهلي لما هو مش فاهم الدوري. ما قلتلوش مدرب عامل ايه؟ طب والناس اللي حواليه بتعمل ايه لو هو مش فاهم؟ اداره الاهلي هتتقبل كلامك على انه نصيحه محب ولا هجوم يجب الرد عليه؟ لا يعني اعتقد انا كلامي هيتقبلوا نصيحه محب، لكن طب كلام الاستاذ خالد لا لا انت طلبت رساله للكابتن محمود الخطيب. انا لا هيتقبلوا كلامك ازاي؟ مين انا يعني. انا لا، مع كامل احترامي لما بقول رايي في اي مكان لا ابالي اطلاقا بالاخرين، انا ابالي بالحقيقه، لا بحاول بس وبالجهه اللي انا بحبها وبنتمي اليها وعايزه تبقى احسن جهه يعني في يعني ده نصيحه محب اي من جوايا، نصيحه عاشق ده النادي الاهلي يا جماعه، عاشق. انا الموضوع ده ممكن يخليني يعني دماغي كلها ما تبقاش مركزه من كتر ما انا انفعالي شديد نتيجه هزيمه النادي الاهلي. لكن اسمح لي سيادتك، طلبت رساله للكابتن الخطيب. أيوة. عن اي خطيب نتحدث؟ للكابتن الخطيب اللاعب الكبير رمز لمصر كلها، لا املك ان انا اقف ادي له تحيه واقول له تعظيم سلام، وجودك في اي مكان شرف كبير. ما ينفعش الجزء. شرف كبير، خلاص كده. للكابتن الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المسؤول عن كل صغيرة وكبيرة، أقول له يا كابتن بعد إذنك ولو سمحت، ولازم برضه أقول له بعد إذنك ولو سمحت، تعطي كثير من الصلاحيات لأعضاء مجلس إدارة كلهم، وما يبقاش خايف أنه غضب الكابتن الخطيب أو عدم رضا الكابتن الخطيب، لا مش دي المسطرة، مش ده المعيار، المعيار هو مصلحة النادي الأهلي، وتقبل الأصوات الأخرى الحديثة أمر مطلوب، ومديهم مساحة أكتر من المسؤولية، ومش لازم كل حاجة الرجوع إلى الكابتن، الكابتن هيزعل، الكابتن نبه علينا، مفيش حاجة اسمها كده، في حاجة اسمها النادي الأهلي. ده اللي أنا أتمناه بكل حب، لأن كل اللي موجودين مخلصين وبيؤدوا عملهم بدقة، ويعني أنا بعتبر وجود الكابتن الخطيب على رأس أي بعثة شرف كبير جدا، لكن أكيد في اتنين تنظيميين هيبقوا صراع، هيبقوا أكثر حركة، لكن وجوده يعني بيعطي انطباع في رمز. أنا مع فكرة وجوده على رأس البعثة ده، لأن أعضاء مجلس الإدارة بيروحوا وبيقوموا بالدور، لكن هو بيقوم بدور مهم، لأن دايما هو بيروح في المباريات الصعبة اللي بيبقى فيها توقع مشاكل من الجماهير. مش مختلفين، استقباله أكيد بيبقى مؤثر، هو راجل يعني نجم افريقيا قبل كده، ومعروف عنده يعني شعبيه في افريقيا كبيره. لكن انا بالعكس، انا عاجبني جدا في موضوع ان هو بيسيبش اللعيبه يعني طول الوقت. لا احنا مش مختلفين، يفعل ذلك، بس انا بقول لحضرتك تبقى في لجنه رايحه قبل ما الكابتن الخطيب مجلس الاداره يروح، لجنه اداريه بقى اللي هي بتاعت فين اماكننا، فين وضعنا، فين احنا النادي الاهلي، فين ده هيروح، الساعه كام هيجي، امضي لي هنا على محضر اجتماع ان ده تم عشان خاطر ابعت اجيب الناس الكبيره اللي تمثل مصر. انا اللي بيصعب عليا برضه الكلام بهذا الشكل يعني. الجهد اللي هو بيعمله ده كله، وفي النهاية الأداء وحش وادي النتائج وحشة. طب يعني انت عايز تمشي المدرب وكم لعيب؟ لا يا راجل، ده نص لعيبة الأهلي عايزة تمشي، نص لعيبة الأهلي دول ما يعدوش من جنب السور. ما بقول لك عندك يعني محمد دي كبيرة قوي يعني، أيمن لا لا أقول لك أعدلك محمد هاني ده ما فيش فرقة بتلعبنا إلا بتشتغل على الجبهة بتاعته. خلينا بس نختم الحوار ده عشان الحوار الرياضي ما ياخدش البرنامج كله. في النهاية هو حوار الأبطال، عشان بس الناس اللي بتسمعنا التانية ومنهم إبراهيم، قل له هكذا يتحدث الأندية الكبيرة، الأندية الكبيرة بتتكلم على فكرة. بس أنا بس بوصل لك أحسن الناس تفتكر إن إحنا بس أنا بسمعوش أحسن الناس تفتكر إن إحنا بنقطع النادي بتاعنا، لا ده حديث الكبار، الكبار بيحاسبوا نفسهم. يا راجل أنت معظم مباريات لا مع كامل احترام كل الأندية بنحترمها طبعا، معظم مباريات الكلام عن الكبار كده، ولما بنيجي نلعب في نادي في 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 أبطال مع أبطال العالم تبص تلاقي الناس بتقول آرائها. طب يا أخي أبطال عالم وبيلعبوا بعض عمرك انت شفته؟ انا بس النقطه الاخيره، معظم مباريات الاهلي يبقى النجم بتاعها الشناوي، يعني مع احترامي هو يعني طبعا جون كبير وبتاع، بس ده معناه ان احنا بننزل مدافعين، والراجل بيخترع في الكوره يلعب ثلاثه ديفندر ويتغلب، يعني 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 ما فيش كده، مش الاهلي مش كده. الاهلي لاول مره انت بتبقى حاطط ايدك على قلبك، والاهلي كسب 1-0 ولا 2-0 اخر ربع ساعه. اتحدى حد في مصر يبقى فيه من كابتن الخطيب يقول لي اخر ربع ساعه في كل الماتشات بتاعت موسيماني بيعرف اللعيب مركزه فين. الراجل بينزل اي لعيبه وخلاص بتجري وخلاص، يعني قول لي مثلا اخر ربع ساعه دي لما نزل التشكيله مين بيلعب فين ومين بيلعب فين، ما حدش يعرف. واخد بالك، هو الراجل بيجي اخر ربع ساعه اخر ثلث ساعه يرتبك وبينزل اي لعيبه وما يغيرش الا متاخر جدا.
ما يغيرش الا متاخر جدا لانه مش معقول هيبقى مدرب ده جوزية. الله يمسيه بالخير طبعا الجوزية ده الملك يعني. واحنا برضو احنا عشان عشنا عصر جوزية وشفنا النتائج واللعب فصعب قوي ان احنا نتقبل طريقه موسيماني. جوزية كان ممكن يغير بعد تلت ساعه يعني. انت عندك 2 3 لعيبه كان لازم يتغيروا يعني, على الاقصى بين الشوطين. احنا ده من حبنا النادي الاهلي ونتمنى ان شاء الله اللي جاي يبقى احسن عشان ما ناخدش يعني وقت اكتر في البرنامج من كده. وطبعا بنحترم كل الانديه الثانيه بس مره ثانيه المعيار الحديث عن الابطال هو معيار اكبر من معيار الذهب والالماز. فاحنا بنتحدث عن النادي الاهلي واغلى من الذهب والالماز فعشان كده هتلاقينا بس انه اكثر حده انه اداره الاهلي والناس اللي بيستمعوا ولا بيتابعوا الحوار يعرفوا ان ده حوار محبين طبعا يعني عاشقين يعني. يعني هو الواحد يعني مضيع وقته بيقعد يتفرج على الاهلي الا عن حب يعني. هو يعني احنا مش منافسين لحد في لا ده مش وقت ضايع في الكوره ايه ده وقت جميل بالنسبه لك وقت جميل طبعا بالنسبه لي ما اقدرش انكر الاهلي من متعه الدنيا الاهلي طبعا من متعه الحياه طبعا. طيب خليني يعني استاذنكم بقى انتقل الى الحوار في صيغته صيغه الهموم وبرضه من هم الاهلي والهزيمه. لكن عندنا ازمه اقتصاديه طاحنه يا استاذ خالد. والازمه الاقتصاديه مش ازمه مصريه, ازمه مصريه بنكهه وتفاصيل عالميه. لكن اعتقد ان الحكومه خدت اجراءات شويه اجراءات كانوا مختلفين عن المسار العام للحكومه خلال الفتره الماضيه. منها مثلا القطاع الخاص هيدير 65% من المنظومه من شركات والإنتاج والمصانع وغيره. يعني هو اللي هيبقى يقود قاطرة الاقتصاد في مصر. أيضا التحركات السريعة لرئيس مجلس الوزراء وخد أعضاء من الحكومة وذهب إلى دولة الإمارات وأجروا مجموعة من التعاقدات السريعة مع الجانب الأردني. وأيضا سعر الفايدة اللي اتحرك وبعدين الشهادة 18% خلاص أدت الغرض ب 750 مليار. وفي زياده في سعر الفايده من 11 ل 14 شهاده جديده 3 سنين. والنهارده الضرائب الجمركي زاد 18 وشويه. مجموعه اجراءات لو احنا حطيناها جنب بعض هتعمل لوحه. كيف نظرت الى هذه اللوحه؟ طيب في البدايه لازم نكون صرحه مع انفسنا. الدكتور مصطفى مدبولي, الدكتور ابراهيم محلب, الدكتور اي رئيس مجلس من اول عاطف صديق, اي حد مسك رئاسه الوزراء عنده معضله كبيره جدا, وهي ان احنا مصاريفنا 100 جنيه ودخلنا 70 جنيه فبنستلف 30 جنيه وعلى ضوء ده بنحط فايده عليهم. دي مشكله لم تحل حتى هذه اللحظه, ان احنا مصاريفنا كتيره ودخلنا قليل فبنضطر نستلف الفارق ونرث حكومات متعاقبه فكره الدين اللي عندنا ده فبنضطر ناخد من فلوسنا ندفع فوائد الدين دي. فدي المعادله دي لم تحل ولن تحل في الوقت الحالي ولا العشرين سنه جايه. ده من وجهه نظري. ليه بقى؟ لان كل حكومه بتيجي عايزه تعمل مشروعات تنمويه فبتضطر تستلف تاني, مع العجز اللي عندها بتستلف عليه تاني, فسيبقى هذا الامر قائما. هذا الامر كنا ظبطناه تماما في معدل مقبول في فكره الدين ومعدل مقبول في فكره المشروعات قصاد الاستدانه لزمن معين. لكن بعد ما حصلت الازمه الروسيه الاوكرانيه أصبح الموضوع يفوق مصر وما شابهها من الدول في نفس المستوى الاقتصادي. يعني ما تجيش أنت تقعد في التكييف وتقول له أنت ليه ما عملتش, لا أنا آسف جدا ده ظلم بقى. هو كان ماشي كويس قبل الأزمة دي, يعني قبل أزمة أوكرانيا إحنا كنا ماشيين كويس جدا وكانت المعدلات ماشية كويس جدا. الأزمة اللي حصل دي تربك أي حكومة زي شبه حكومتنا. طيب ماذا يجب أن نفعله عشان نخرج من الأزمة دي او عشان نتجنب اكبر قدر ممكن من الخساره ما يوصلش للمجتمع المصري؟ كل ما هنالك اعاده الترتيب من الداخل في ضوء المعطيات الموجوده. وانا بقول لرئيس الوزراء امامك طريق يحتاج الى شكل ومضمون. من حيث الشكل ارجوك اشرك كل الناس في الدراسات. يعني مثلا انت بصدد انك تطلع وثيقه ملكيه الدوله, عظيم جدا, وهو حسنا فعل ان يطرحها للحوار المجتمعي. فهيعمل ايه؟ هيقول هذه هي رؤية الحكومة لملكية الدولة, حضراتكم يا برلمان ويا صحفيين ويا اعلاميين ورجال اعمال ناقشوها وطلعوا لي نقحوها وطلعوا علي تاني وانا خرجها. حسنا فعلي. الخروج الى فكرة القطاع الخاص ده بداية جيدة جدا. انه يستهدف 40 مليار دولار خلال فترة من الزمن دي بداية جيدة جدا. انه يبيع بعض الاصول, والناس بتخض قوي من اللفظ تخارج يعني. انت خد بالك بعض الشركات, عندك شركة زي موضوع الفنادق مثلا, لسه وزير قطاع الاعمال بيتكلم عنه,
نحن نمتلك مجموعة من الفنادق خاسرة ما بتشتغلش بتخسر، الناس بتاخد فيها فلوس وبترجع تقولك ما 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 جبناش فلوس في الآخر، ومستوى الأداء فيها ضعيف مع إنها كمباني وكموقع من أعظم ما يجب. تشتغل إزاي؟ يدخل القطاع الخاص. أدخل القطاع الخاص، وزير القطاع الأعمال بيقول لك هدخله ب30%. هي الدولة بتدير الفنادق؟ آه. إزاي بقى؟ مش بتدي الإدارة مش حق شركات؟ ما هو هنا هنا برضو جزء من الإدارة. قضى للفنادق. يعني هنا هنا جزء من الإدارة. يعني انك برضو تدي للشركات العالميه ده انك تفضل دي ولا دي وكيف تراقبها ومعايير الرقابه ليها دور كبير جدا في النهايه. هو هي خطوات جيده للوصول الى يعني اشياء كثيره مطلوبه جدا كنوع من انواع العلاج المؤقت مش الدائم، نتيجه اننا مررنا بازمتين كبار جدا ما حصلوش قبل كده، وهي ازمه كورونا وازمه روسيا. طيب السؤال، المجتمع المصري بقى اللي قاعد بيسمعنا، الناس البسيطه دي دلوقتي، اولا لازم نكون صراحة معاهم. النهاردة الدولار الجمركي غلي. يعني ايه الدولار الجمركي عشان الناس اللي بتسمعنا؟ يعني حضرتك بتجيب اكل مستورد من بره. الاكل المستورد ده عشان الراجل اللي بيستورده يجيبه لازم يدفع عليه جمرك للدولة. الجمرك ده لو كان بيقدر بانه ب16 بقى ب18، ففي زيادة حصلت على الشخص المستورد. الوضع الطبيعي في اي مكان في العالم ان هذا المستورد عشان يوصلها لتاجر التجزئة تصل الى المستهلك بزيادة في الثمن. ده مرة تانية ليس ذنب الحكومة، احنا اضطرينا الى هذا الامر، او هذا الامر وصلنا ليه. من سيعاني من هذا الامر؟ المواطن العادي. نتيجة كده بقى انا بقول ايه؟ بقول فورا وبشكل سريع كل برامج الحماية الاجتماعية لابد ان تزيد. لازم نرجع بسرعة للناس اللي بتاخد معاشات وبتاخد يعني موضوع التكافل وكرامة وأشياء البرامج الاجتماعية اللي بهذا الشكل، لابد أن تزيد غدا. أنا لا أتحدث عن الأسبوع القادم، أنا أتحدث عن غدا، لأن الناس دي مش هتستحمل. الطبقة المتوسطة هي اللي دايما بتشيل العبء ده، بس دول يعني لحمنا ودمنا اللي ما يقدرش يستحمل أي زيادة. لذلك أتمنى وأرجو أن يعاد النظر في هذه المساعدات فورا فورا ابتداء من الغد إلى أن تنتهي الأزمة الأوكرانية. أعتقد أن الحوار الاقتصادي بين رئيس الوزراء وبين رجال الأعمال وبين مجتمع الأعمال، وأنا شايف أنه بدأ يجتمع مع عدد كبير من الناس، وخروج وثيقة ملكية الدولة للمجتمع، أعتقد أنها الخطوات الأولية التي يمكن اتخاذها في هذا الشأن عشان نخرج من هذه الأزمة المؤقتة، مش الأزمة الكبرى اللي هي نقص الموارد أمام الاحتياجات، لا، أمام أزمة أثر الأزمة الطارئة هي الحرب الأوكرانية وما نتج في العالم كله. طيب أستاذ محمود، رأيك في حزمة الإجراءات اللي الحكومة خدتها خلال الفترة الماضية، وربما صوت الأزمة كان أعلى من صوت الإجراءات التصحيحية، والناس انتبهت كثيرا للأزمة ولكن لم ينتبه الكثيرون إلى الإجراءات اللي الدولة أقرتها من خلال توسيع نسبة المشاركة القطاع الخاص؟ يمكن الناس ما انتبهتش لأن برضو لسه احنا في مرحلة الإجراء، لسه مش في مرحلة التنفيذ. يعني هو الدكتور مصطفى مدبولي طبعا رئيس الوزراء طلع وأعلن فتح، لكن لسه ما جالكش مستثمرين، وأعتقد ممكن ده كان نوع من الهدف من زيارته للإمارات، إن أنت تجذب مستثمرين يجوا، لأن الحاجات دي ما بتعملش برضو بين يوم وليلة. صحيح. أنت بتتناقش في السعر وبتتفاوض فيه وبتسيب إيه وبتاع، فالعملية محتاجة دراسات. لكن هو الدولة دايما برضو ده أو الحكومة دايما بتجيد الإنشاء، ممكن في الإدارة مش في كل الأمور بتجيدها. يعني في إدارة أنت عندك مثلا تقدر تدير حاجات اللي ليها علاقة بالأمن القومي، الحاجات اللي ممكن يبقى فيها مكسب مضمون وسريع وبسيط. فعشان كده أنا دايما ميال لفكرة إن إحنا لما الحكومة تنشئ، وده في ميزة، في كذا ميزة، بحكم ان يعني الجيش بيشرف وشركات قطاع خاص اللي بتنفذ، بس بنضمن السرعه، بتضمن الدقه، بتضمن الاقل تكلفه. كمان في حاجه، ان مش كل المشروعات ليها جدوى اقتصاديه، يعني ممكن تعمل مشروع جدول اقتصاديه في البدايه صعبه، زي مشروع الدلتا الجديد اللي رش راحوا لنا، الفدان بيكلف قد ايه؟ زي يعني انت مثلا الرئيس اتكلم مثلا على ان الفدان بيتكلف من 100 ل 200 ألف جنيه، مين هيخش يعمل تكلفة ده؟ العائد ممكن قدام، بس ده مشروع يعني أمن قومي، ومشروع فعلا مشروع أمن قومي عشان ما فيهوش قتال. انت أزمة من جزء من الأزمة الاقتصادية بتاعتك طول الوقت ان الـ 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 الواردات أكتر من الصادرات بكتير.
احنا لسه كنا في احنا 45 مليار صادرات و75 85 مليار واردات. فطبعا انت عشان تقلل الفجوه بالاضافه لفجوه كمان القمح بالذات، فطبعا يعني لسه كنا في اجتماع في مجلس الشيوخ ومعانا الاستاذ عبد السلام الجبالي، رئيس لجنه الزراعه والري، بيتكلم على ان احنا بنستورد 97% من الزيوت. فاحنا عندنا مشاكل كتيره، فلما يجي مشروع زي ده ما ينفعش يعمله القطاع الخاص. القطاع الخاص عايز يعمل مشروع النهارده يكسب بكره، مش هيقعد يستنى 7-8 سنين في مشروع زراعه. فده ميزه ان الدوله تنشئ، يعني ده ميزه ان الدوله ادق اسرع بتعمل مشروعات امن قومي. يعني دي مزايا ده. لكن لما تيجي في الاداره مش في كل المشروعات طبعا، في حاجات لازم الدوله تديرها ليها علاقه بالامن القومي، ليها علاقه بالحاجات الاستراتيجيه، ليها علاقه، ده لا خلاف عليه. لكن في امور تاني بيبقى القطاع الخاص اكثر حريه فيها في تحقيق المكسب. معنى ايه؟ ان القطاع الخاص يقدر النهارده ياخد قرار بسرعه في اي حاجه. انت كحكومه صعب، انت عندك ورق مكبل باجراءات. صحيح، القطاع الخاص ممكن يخش في صفقه من اي نوع، صفقه قانونيه يعني، لكن يخش فيها بسرعه عشان يلحق نفسه، لان هو في النهايه القطاع الخاص مش هيخسر. لا، والحكومه كمان عندها حرج ادبي في بعض الاشياء. هضرب لك مثال حالا هتقول لي في رايك. المؤسسات الصحفيه تمتلك ثروه عقاريه طائله لا تستخدم منذ عشرات السنوات، وانا بحملكم انتوا الاثنين المسؤوليه، نائب عن الشعب وواحد عضو مجلس اعلى الاعلام، تمام كده؟ انا بسال سيادتك سؤال، عدم استغلال هذه الاصول حتى هذه اللحظه هل يعد او يشير او قد يدل على اهدار المال العام؟ جاوبوني وقولوا لي حصل ايه في الملف ده. لا يعني انا في الملف ده اقدر اقول لك ان الصحف المؤسسات القوميه عندها اصول تم حصرها وتم بيتم استثمارها او دراسه استثمارها وتم بيع حاجات وتم شراء حاجات، لان كانت الاول كل مؤسسه هو ده دور الهيئه الوطنيه للصحافه، لان الهيئه الوطنيه للصحافه مش مجرد مدير، هي الملكه، فهي اللي بتجمع كل الاصول. وسيادتك عندك معلومات ولا بتستنتج ان هذا يكون حدث؟ لا عندي معلومات، لان احنا استضفنا المهندس عبد الصادق الشرباجي رئيس الهيئه الوطنيه للصحافه، هو يعني كادر اداري شاطر ومهم، وعرض كل الكلام ده قدامنا في لجنه الثقافه. فاثمرت يعني استثمروه. والله دي معلومه. يعني لا استثمرها، لا اما في الطريق لاستثمارها، لكن هو عنده حصر بكل اصول. طب عنده حصر دي ده من زمان موجود؟ لا لسه السنه اللي فاتت. وعنده دراسات موجوده على كل فوق راسي والله. ما انا بقول لحضرتك الله يرحمه الاستاذ ياسر رزق من 8 سنين كان قاعد يكلمني على ارض اخبار اليوم اللي على النيل. طب هقول لحضرتك من 8 سنين. طب هقول لحضرتك ازاي؟ انا مش هقول سر يعني، محمود بيه كان موجود معانا، وست رئيس كان ضرب مثل اللي انت بتقوله بالظبط. قال المرحوم ياسر رزق كان بيجي لي وكان بنقول على عندنا الاخبار اليوم عندهم اراضي وعندهم حاجات زي والاهرام برضه والاهرام وكل المؤسسات الاخرى وحاجات على النيل وحاجات على الدغالي. انا بس يعني انا باكد لك ان هم ان المؤسسات القوميه عندها خطه، وان الخسائر تراجعت، وان بيتم استثماره، وما بقاش فيه بقى فكره ان مؤسسه تقوم كده لوحدها تقرر ان هي تبيع او تشتري او تحافظ على الحاجه. مفهوم. بقى فيها انا هتفق معاك انه تم اعاده التنظيم، اما اعاده الاستغلال فانا اتوقع او في دول المعطيات اللي عندي لم يتم اعاده الاستغلال. لا تم استغلال بعض، واعتقد في طريق البعض الاخر. طب هل انتوا راضين عن هذا المعدل؟ انا راضي على ده عبد الصمد شربان. لا لا انا ماليش دعوه باشخاص. انا بقول لك والهيئه، ما انا مش هو عايز الاغنيه مش عايز المغني. انا الاغنيه. ايوه بص يا فندم. لا لا بص بس المغني اللي بيعمل لا لا في البيزنس الموضوع مختلف. المليون جنيه في اليوم بتجيب فلوس لو حطيتها في البنك. المليون جنيه في اليوم ايه بيجيب فلوس. انا هضرب لك مثال بتاع عرض اخبار اليوم ده. بس انا بسال مصر كلها، الارض دي ثمنها كام واستغلتوها بقالكم 10 سنين ازاي؟ بص يعني بلاش حاله الارض دي، لان الارض دي انا اعتقد برضو اقول لك امثله تانية. طيب مبنى دار المعارف اللي على النيل بيتم التفاوض عليه الان. بيتم هندرس هنعمل. لا بس خلي بالك ده مرتبط يا سيدي. بس بالراحه بالراحه الله يرحمه والله بالراحه. بس بالراحه يعني انا بكلمك عشان برضو انا اتكلمت مع مهندس عبد الصادق في هذا الامر، واخد بالك؟ بيتم التفاوض مع الحكومه على بيتم التفاوض مع الحكومه، لان دي مرتبطه بمنطقه مسبيرو. ما هو برضو انت مش يعني انت في مخاطر عام. ثانيه واحده انت ما سكتش ده كله وهتيجي النهارده تبيع، فتبيع كله بسرعه بخساره. احنا مالناش نبيع. انا بقى تعالى قول لي، طيب انت هذه الاسئله يمكن في حل. اقول لسيادتك بقى نعمل ايه. احنا نجيب كل هذه الممتلكات ونعرضها عرضا استثماريا،
يعني ايه؟ يعني نيجي نقول هذا الكيان الكبير اللي هو بيرقصه الاستاذ الجليل عبد الشرباجي وانا بحترمه جدا وبقدره، ورث ارثا ملوش ذنب فيه، ان هذه الممتلكات الان بين يديه. والله هو دوره عمل ايه بقى؟ عمل حصر لهذه الممتلكات وعرضها على العالم اجمع، قال له كيفيه الاستثمار، انت شايف احسن حاجه استثمار ايه؟ اما بيع او مشاركه او دخول في شركه كبيره او تاجير لمده سنوات طويل. ده يتعمل بكره الصبح بعد الحصر فورا، مش بقى اللي يشترك فيه الناس دي بس، اشترك فيه المجتمع كله لانها فلوس مصريه في النهايه. ويقول اول حاجه يقولها ايه؟ تخليص كل هذه الاراضي من الاشتباكات الحكوميه. ده يطلع فورا للسيد رئيس مجلس الوزراء يقول له يا فندم العقارات دي لو اتحركت هتجيب ملايين للدوله، من فضل حضرتك خلصها لي حكوميا، انا بتحاسب من الناس لاني عندي تحت ايدي اموال لا تستغل. فيطلع يقول ذهبت الرئيس مجلس الوزراء يوم واحد واحد وحتى الان مفيش حل. يبقى المسؤوليه تعود على مجلس الوزراء، ونخرج في النهايه ونتمنى ان نخرج في النهايه لاتفاق بين المجلس الاعلى للصحافه بين مجلس الوزراء، انه المجلس لوحده يبقى هو اللي يستطيع ان هو يشارك او يبيع او يؤجر او يعطي حق انتفاع او يدخل شراكه في شركه اي شيء، لكن ان تبقى هذه الاصول لا تستغل الاستغلال الامثل حتى هذه اللحظه، اخشى ان نكون قد تجاوزنا على الملعى. يعني انا اتصور ان كان ان ينفع ارد، يعني انه وانا اتكلمت مع الباشمهندس عبد الصادق في بتفاصيل ومع رؤساء مجالس اداره المؤسسات الكبرى الاهرام والاخبار ودار التحرير وروز اليوسف، اتصور انه اللي احنا تجاوزنا مرحله ان احنا قاعدين عندنا اصول بنتفرج عليها. عظيم. تجاوزنا مرحله ان احنا عارفين عندنا اصول ومش عارفين نعمل بيها ايه. حلو. يعني لانه رئيس الهيئه كمان راجل مهندس يا فندم، والله فوق راسك. لا انا مش بتكلم على انت عامل زي واحد بيقول لي انا جبت 9 كورنر، يا عم هات جون بقى وخلصني. ايوه ما هو يعني ما هو مش لا 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 بس خليني بس ثانيه عشان بس ما نكذبش الكلام. اصل عنصر الوقت ده يعني في الاستثمار ما نكذبش الكلام. يوم ازاي يا خالد؟ خالد هو الدراسه والحصر كانت يوم. يا استاذ خالد هو ان تكون الولايه للمؤسسه الصحفيه، مش دي مسؤوليه على المؤسسه الصحفيه نفسها؟ يا استاذ خالد طيب ما تحاسبتش مجلس الادارات ليه؟ خالد المعلومات ناقصه عند حضرتك، انا باكد لك احنا استضفنا. لا انا بتكلم على يوم، معلش انا معترض على لفظ يوم. معلش فيما يخص يوم عندك رد؟ اداره املاك المؤسسات الصحفيه القوميه. انا بقول لك المهندس عبد الصادق. لا برضو يا سيدي ماشي اوكي رئيس الهيئه يا سيدي ماشي. لا لا مش المهندس عبد الصادق. لا 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 كلام غلط. انا المقياس غلط كده. انت اللي مقياسك غلط. ماشي بيقول يوم. انا بقول لك يا سيدي انت مقياسك انا بكلمك في حاجه رجعت تاني. ابحث عن مدى اهدار المال العام للمؤسسات الصحفيه 10 سنين فاتت. الله تقول لي يوم. طيب انا بقول لك برضو تاني رئيس الهيئه الوطنيه للصحافه جاء فوق راسي والله. طب اسمعني اكمل. انت جاء إلى مجلس الشيوخ في لجنة الثقافة، عرض خطته فيما يخص استثمار أملاك الدولة أو أملاك المؤسسات الصحفية القومية، وأنا أعتقد أن هي خطة يعني كويسة جدا، وأعتقد أنه بدأ في تنفيذ أمور كثيرة وتجاوز عن حاجات كثيرة لأن عندنا مشاكل كتير. أنا أرجو أن ندعى قريبا جميعنا وهو العالم المجتمع المصري كله. مين المجتمع؟ برضه عشان بنصعبها كده. الناس أصلاً. اللي بتيجي على اللي بهمها عايز فلوس، عايز اعيش. ما بس مش حاجات دي جامده كده. عايزين المؤسسات الصحفيه تعيش. اسمح لي بس. لا انا ما تدخلنيش في حاجه. احنا بس سيبنا المشكله الاقتصاديه. بقول لك بس على مثال اللي هو حرج الحكومه ببعض الاشياء. انا عايز بقى يجي يوم يقول لي شايف حته الارض دي؟ كان بتملكها مش عارف جريده ايه من 10 سنين، النهارده انا وبشرك يا سيدي اهي جابت لك 50 مليون جنيه في الشهر. خدهم بقى حطهم في التعليم والصناعه و الى اخره، خدهم ونمي الصحافه نفسها. موافق بس ما تسيبهاش كده. ما انا ما ده أنا ما ده ما اتمناه. اعتقد انا ومحمود موافقينك وكل الناس موافقين ان احنا وعشان كده صندوق الثروه السيادي اتعمل كده، عشان كده اعتقد عشان الحاجات اللي زي دي. صح. الحاجات المهمله اللي احنا بنعدي عليها الاصول الصحفيه. انا من الناس الذين يبقون على ملكيه الصحافه المجلس الاعلى للصحافه. لو جه جنيه الهيئة الوطنية لو جه جنيه من اي قطعة ارض لا يتحدث ان دي جهة مستقلة طبعا. وانا احافظ على استقلالها تماما. تبقى الادارة لهذا المجلس ويعني يحترم ارادته فيها ولا تخرج ولايته عن اي جهة عن لجهة اخرى. طيب يعني خليني برضو ارجع عشان الناس اللي بيتفرجوا علينا يهمهم قوي جيبه. المواطن بيهمه جيبه دلوقتي، وفي ازمة اسعار موجودة في مصر وانعكاس للازمة الاسعار الموجودة في العالم. هل من بارقة أمل قدام حضراتكم كناس مهتمين بالشأن العام داخليا وخارجيا خلال الفترة الماضية، ولا الأزمة زي ما احنا سمعنا من بعض الخبراء انها مطولة شوية؟ أنا رأيي انها مطولة شوية
برضو في جمله بقول لك رئيس سيسي قالها بتلقائيه شديده جدا عجباني قوي، قال لك بأمارة ايه؟ الجمله دي عجباني جدا. ليه؟ قيس، ما تبيعوش الوهم للناس. انا ما عنديش واحد اخترع ابلكيشن زي فيسبوك فبقى عندنا 70 80 مليار، ما عنديش في الشعب كده، ما عنديش كده. وانا لما ورثت البلد ما ورثتهاش سويسرا، ده واقع. تعال بقى حاسبني، انا بشتغل كام ساعه في اليوم؟ انا سافرت كام دوله عشان اجيب لك؟ انا بقعد اناهد وهادي، انا بكلم على رئيس الدوله مع رؤساء الشركات عشان اخفض لك بال100 مليون وال200 مليون واجيب لك قطار سريع واجيب لك محطات كهرباء، لو انت بالشكل العادي لحد رئيس الوزاره كان جابها لك انك تدفع فلوس في 3 سنين، انا بخليك تدفعها في 10 سنين، فمش مخلي عن جهدي جهد. لكن ان الاسعار هتزيد نتيجه انه حصلت كارثه اسمها بوادر حرب عالميه بين الاوروبيين وامريكا من جانب والجانب الروسي من جانب، ده امر اسمه القضاء ده قدر. هل في بوادر سياسيه الان تدل على ان هذه الازمه في طريقها للانفراج؟ اطلاقا، ده هناك تحدي اقتصادي يزيد يوما بعد اخر واحتمال استقطاب شديد. صحيح. لانه الصين لن تسكت والصين هتدخل في المعادله وهي كيان اقتصادي كبير يصعب ان انت تتخطاه. لكن زي ما قلت حياتك في الحلقه اللي فاتت، من الجميل كل الجميل ان السياسه الخارجيه المصريه الان ستعود بالنفع على الاقتصاد. ليه بقى؟ لان انا مع روسيا ما عنديش مشكله، مع اوروبا ما عنديش مشكله، مع امريكا ما عنديش مشكله، فاستطيع ان انا والله انا بقول ده قد يحدث ان تكون الصفقات القادمه مع الثلاثه اطراف جزء داعم نتيجه ان انا على الحياد من هذه المشكله، جزء داعم للاقتصاد المصري. لكن انك تتوقع ان الازمه تعدي بفتره قصيره ده مش هيحصل. انك راضي عن اداء الحكومه المصريه مع هذه الازمه في ظل تداعياتها اليوميه، انا بقول ليس في الامكان ابدع مما كان. ليس في الامكان ابدع مما كان. رافع برضه يا استاذ محمود. يعني طبعا لا، انا مختلف مع الاستاذ خالد. انا شايف ان في حاجات محتاجه زي ما هو قال من شويه، محتاجه راي ناس، محتاجه خبراء، ودي احنا نتمنى ان هي بشويه تفكير وبشويه اعاده اجراءات وشويه اعاده اولويات ممكن تتحول الى منحه. لان الناس دلوقتي بدات يعني خلي بالك، مثلا الرئيس سيسي طوال الفتره اللي فاتت وهو بيقدم المشروعات القوميه وبيقدم الناس، ما كانش يعني الى حد ما شاغل الناس بموضوع احنا بنستورد كام وبنصدر كام وبناكل قد ايه وبنعمل قد ايه والزياده السكانيه قد ايه. الكلام ده كله بدأ يعني يطرح والأزمة موجودة، الناس لازم تعرف ويبقى عندها وعي يعني بقدرات الدولة. أنا النهاردة لسه كنت في ندوة عن الإعلام والتنمية السكانية، دايما أقول الناس اللي بتقول إن مصر دولة غنية للأسف ضللوا الشعب يعني، وإن إحنا الزيادة السكانية دي لازم نستثمرها ولازم تزيد والقوى البشرية والكلام ده كله، كل ده كلام نخبة ضللت الشعب فترات طويلة. المؤكد وده رأي يعني الخبراء الاقتصاديين، الموضوع ان مصر دولة مواردها محدودة، انت عندك موارد ايه غير السياحة والعاملين في الخارج وقناة السويس، فبالتالي لازم يعني شوية اعادة اجراءات بشكل او باخر بحيث يعني الازمة استمرت. الازمة ما استمرتش، انت محتاج تجدول ومحتاج يبقى عندك نهج ومحتاج يبقى الحكومة بدرت والرئيس بادر وقال هندي قطاع خاص، لكن اعتقد يعني وفكرة سياسة ملكية الدولة او ورقة سياسة ملكية الدولة فكرة كويسة، بس ممكن محتاجين يعني اجراءات تانية بشكل ممكن يحسن الامور. ومثلا ممكن نبدأ نفكر على سبيل المثال في قضية الدعم النقدي. يعني انت دلوقتي التكافل وكرامة موجودة، لكن قضية الدعم النقدي احنا برضو بقى شغالين على فكرة عدد الناس بقالنا كتير ونحدد مين اللي يحتاج الدعم ده بقالنا كتير، بس لسه مطلعتش للنور. دي ممكن تريحك وتوفر عليك كتير، لان اكيد مش كل الناس، انت لو تشوف الناس اللي اتشالت من البطايق وقد ايه ناس لما اتشالوا من البطايق كانوا يعني محقين، وتقدر تشيل ناس تانية واخد بالك ما يستحقوش الدعم. ونخلص بقى من هذه القضية يعني، لان احنا طول الوقت بنتكلم على بيانات، ان حضرتك يبقى معاك كارت، والرئيس اتكلم فيه اكتر من مرة، حضرتك يبقى معاك كارت عليه مرتبك وعليه دخلك وعليه ضرائبك وعليه وفكرة الميكنة وفكرة الاقتصاد.
دخول الاقتصاد غير الرسمي اللي بيمثل نسبة كبيرة. صحيح. يعني كل الملفات اللي هي كانت مركونة والحكومة كانت مشغولة في ملفات تانية ذات أولوية، محتاجة بقى نعيد فتحها بشكل واضح وصريح على أساس طب وانا الناس الاقتصاد النسبة الكبيرة الاقتصاد الغير رسمي اللي ما بتدفعش ضرائب، ما لما هتدفع ضرائب هتريح الميزانية شوية، الناس اللي بتاخد دعم ما بتستحقوش، ما هتريح الميزانية شوية الناس تروح الدعم وفي نفس الوقت يروح الدعم للفقراء اللي يستحقوه. كل الأمور دي محتاجة نبذل فيها مجهود بشكل أفضل يعني، وذات موضوع الاقتصاد غير الرسمي. لأن حضرتك لما بتروح في أي محل صغير في أي دولة في العالم بتدفع بالفيزا فمسمعها معروف ان ده بيكسب كذا بيعمل كذا، احنا ما خدناش خطوات في ده. احنا للاسف لحد دلوقتي بتلاقي محلات كبيره ولا عندها فيزا ولا وهربان من الضرايب وناس كتيره يعني 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 العمليه محتاجه بس يعني اليات تانية، محتاجين كمان اليات ضبط السوق في ظل حتى الاقتصاد الحر ما في اليات. انتوا دافعتوا عن مجلس الصحافه في انا مضطر ادافع عن الوزير محمد معيط في النقطه دي، لانه ما حدث ما حدث لا لا انا بقول لك واقع انا معايشه، ما حدث من تطور في الميكنه في وزاره الماليه في اخر 4 سنوات انا بعتقد من حكم الصرف وحكم الاليه والنوعيه لم يحدث في 30 سنه. هو مشروع الاي سي اي هو اللي حاجات كتيره جدا، لا لا مش حاجه واحده، حاجات كتيره جدا ما اعرفش انا يعني انا اقدر يعني افصح عنها ولا لا، بس انا بقول لحضرتك اللي حصل اللي حدث حاجه تفرح في 4 سنين الوزاره تتكلم عن نفسها بقى، اللي حدث في ميكنه وتطوير في وزاره الماليه 4 سنين فاتوا انا بقول لحضرتك ما حصلش في 20 سنه. طيب بعيدا برضو عن الدكتور معيد له كل التقدير وكل الاحترام، بس انا اللي بساله لك برضو نفس القصه، احنا بنتكلم على الموضوع انت مصر تتكلم على الشخص. انت دلوقتي العكس لا 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 انا مش بتكلم على معيط على انه وزير، انا اتكلم على وزاره يعني أنا قد يكون هو بس اللي بيقعد في جيش ولا بيشتغل هل يتم تعبهم يعني. هل يتم تحصيل الضرايب من قطاع كبير اقتصاد غير رسمي؟ هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. انت متفرج الكلام لا مش مين متفرج بس براحتك اقول لحضرتك ازاي يمكن لاني داخل في الملف ده كتير فبقول لحضرتك الوزير بتاع الماليه ده عشان يتعاقد يعمل لك سيستم جديد ويوصل للحكايه دي ماذا يحارب؟ يحارب إرث ثقيل جدا من الموظفين نفسهم، عقيدة للأسف بعضها طبعا الأغلبية ناس محترمة وراقية جدا، لكن بعضها يحارب هذه التكنولوجيا. ده واحد. اتنين، البعض الآخر يلتف حول هذه التكنولوجيا. البعض الثالث لا يتقبلها من الأصل، واخد بالك؟ أمام كل هذه العقبات تقيم أداؤه بقى من يوم ما بدأ، من يوم ما الحكومة قالت له خد فلوس وطور. لو انت راقبت اداؤه من يوم ما خد فلوس لحد ما يتور، بكلم في ملف الميكنه فقط لعدم التهرب اللي انت فعلا محق فيه، لو احنا وصلنا لاربعه من عشره ده في ضوء المعطيات دي، مش في ضوء ان احنا قاعدين في التكييف، لا مرضي، لانه الواقع مرير. الواقع مرير. انا في اجتماعات بعودها 12 ساعه بين الفني والمالي والاداري. يا استاذ خالد يا استاذ يعني بعيدا يعني بعيدا ان انت يعني شرخت بالموضوع، مش موضوع بس انت لو عملت لو طبقت نفس الموضوع على الهيئه الوطنيه للصحافه هتلاقي برضه في فارق. هقول لسيادتك ليه؟ لا مفيش فارق، هو نفس القصه يا سيدي ماشي، بس هو برضه عنده موظفين وعنده ناس وعنده حكايات وعنده روايات يعني بس هو برضه لسه مستلم ما بقالوش سنه ولا سنتين بس ماشي. انا ما قلتلوش انه ما عملش. ابراهيم بيقول لي عايز نطلع فاصل. لا هنطلع فاصل بس هفرق بس بين امرين. بنطلع فاصل الهيئه الوطنيه هيئه مستقله، ما بيرجعش رئيس الحكومه ولا بيرجع لحد، لكن طبعا ده الدستور بيقول كده يا راجل. لا انا بخاطب لكن وزير الماليه مضطر ان هو يلتزم بالموازنه ويلتزم بتعليمات من هنا. خلي بالك هو ما بيقدرش، بس في قصص نجاح موجوده في الاثنين موجود يعني في دوله موجود. يعني تقديري بدا خطوه كبيره جدا في موضوع الشمول المالي وبدا يلم انا بتكلم عن وزاره الماليه محتاجين خطوات اسرع من كده. انت لو دخلت الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد وخدت ضرائب الدكتور معيد قال هيفرق معاك كتير اكتر من 50%. طبعا طيب يا سيدي بس رقم يعني الواقع والتنفيذ صعب وانا بقدر ده تماما. ويبقى نوع من انواع المزايده ان احنا نقول للناس اخبط عصايه تصلح الحاجات دي كلها في مشاكل في الارض بس السرعه يعني اتمنى السرعه. انت قلت لي اليوم بيفرق. نتمنى اليوم بيفرق نتمنى. طب نطلع فاصل استاذ ابراهيم قال خلاص ابراهيم قال لي نطلع فاصل ومصر كمان وبيقول لي ضيعته الاهلي في الكلام في الاول. لا قول يعني على الاهلي رغم الزملكاوي قول ما كلمش على الاهلي هو ابراهيم. طيب مالوش دعوه بالاهلي. فاصل قصير ثم نعود. اهلا بحضراتكم من جديد، نواصل الحوار مع
الزميلين وصديقيني الاستاذ خالد ابو بكر والدكتور محمود مسلم. خلينا نروح بقى للحوار الوطني هذا مش الجدل، هذا الاهتمام خلينا اقول من الكافه بمفردات الحوار الوطني وعلى اي اسس سيكون، وهل هو حوار بين اغلبيه ومعارضه او بين سلطه ومعارضه، ام هو يجمع كل اطياف المجتمع للوصول الى صيغه لاداره الدولة او احلام الدولة او احلام الناس او ازمات الدولة او ازمات الناس. يعني هي حزمة من الازمات وحزمة من الطموحات، عايزين نصل بسفينة الوطن الى بر الامان. يعني كلاكما كيف رأى الحوار حتى هذه اللحظة، والى اي مرفق سيصل هذا الحوار؟ طيب مبدئيا انا ارى ان المدة طالت منذ الدعوة من سيادة الرئيس حتى هذه اللحظة، يعني أعتقد أن كان لابد من الإسراع أكثر من ذلك. اللي شفته كمان ظاهرا أمامي أن هناك، من وجهة نظري، أن هناك بعض الأشخاص الذين يمتازون بلباقة الحوار السياسي يظهرون في وسائل الإعلام، فهو بالنسبة لي ليس له ظهير شعبي كبير، ليس له حزب كبير، ليس له ثقل يعني في التأثير على الشارع كبير، لكنه يمتاز بلباقة الحديث الإعلامي التلفزيوني. لباقة للنخبة ولا للشعب؟ لا بيعرف يتكلم يعني. اللي أنا شفتهم طالعين اليومين اللي فاتوا دول من الناس المحترمة جدا، لكن أيضا من اللي عندهم ميزة من وجهة نظري عند التقييم الموضوعي، وهي اللباقة عنده، يعني يغازل الشارع. عارف أنت كده في عناوين اللي هي يقول لك إيه، ما هي علاقة الباذنجان بأذربيجان؟ وفي الحقيقة لا علاقة، بس هو الموضوع فيه آن في الآخر يعني. فبالتالي نحن أمام شخصيات من هذا القبيل تظهر أو سمح لها بالظهور في الأوقات الماضية. طيب الظاهر من هذا الحوار أن وداع، على فكرة بس عشان سمح دي حسين، والله العظيم وأنا بكلم وأنتوا عارفين يعني لا أحلف كذبا، أنا لو دعيت أي حد هيجي يعني. انا صاحب القرار ده شيء طيب جدا، انا صاحب القرار والله لا اراجع. طيب فبالتالي ما حدث زي ما قلت لحضرتك انه ظهور هؤلاء على الشاشات شيء عظيم جدا ومحترم جدا. انا هاخد مثال واحد بس عجبني جدا واشيد به امام الجميع، انه الاستاذ حمدين صباحي عندما ظهر تلفزيونيا مع زميلنا ضياء رشوان قال جمله انا بعتبرها في قمه الوطنيه، وهي جمله الان الكره اصبحت لدى المعارضة هاتوا حل اقتصادي. هو قال لهم ايه بقى؟ قال لهم هنا الشطارة انك تشوف هم اخفقوا في ايه، الحكومة اللي موجودة دلوقتي اخفقت في ايه، وانت بقى ذاكر كويس عشان لما تروح الحوار الوطني يبقى عندك فكرة اقتصادية. ده طمني جدا على الحوار، لو حتى البند ده موجود كأحد بنود الحوار، ان تحمل هذه المعارضة او هؤلاء الاشخاص الوطنيين يحملوا ملفات بها حلول قد تكون غابت عن الحكومة الحالية. ده لو يمثل 20% من الحوار القادم ده في حد ذاته نجاح. لو ال 20% دول نتج عنهم 2% بس نجاح في تزويد الحكومة بأفكار كانت غائبة عنها برضو نجاح. دي حاجة. الحاجة التانية، يبدو أن هناك أفكارا أنا بأؤيدها جدا بسن تشريع للحد من مدة الحبس الاحتياطي، عظيم جدا، دي أفكار جيدة جدا، دي أفكار لازم أروح وأدرسها وأقعد وأتناقش معها. فعجبني أن هناك فكرة تحافظ على الجميع، مش بس تحافظ على الناس اللي هم مختلفين سياسيا، تحافظ على شخص خبط واحد بعربية غلط، تحافظ على واحد اتهم في قضية شيك بدون رصيد، تحاكم على ناس كتير. لابد أن يكون هناك حد أقصى للحبس الاحتياطي، تمام كده؟ طيب الحاجة اللي بعدها وهي نقطة الخلاف هو فكرة التعريفات. أنا بقف عند التعريفات شوية. يقولك مسجون الرأي، أنا راجل بتاع قانون، أنا راجل بتاع قانون، أنا ليس لدي في مصر وما ينفعش أقول وأبقى تخطيت الشرطة والنيابة والتحريات والدنيا، هو لا يوجد مسجون أو محبوس، محبوس هو مدعى عليه من قبل النيابة نتيجة اشتباهه في قيامه بجريمة ثم محكوم عليه نتيجة أن المحكمة اقتنعت أنه أدى جريمة. لكن تقول لي مسجون الرأي، مش عارف أفهمها. ما هو إما هؤلاء أخطأوا، واخد بالك ازاي، واما هناك بدعه جديده اسمها مسجون. فانا مش فاهمها دي، ده النظري، ده الكلام النظري. لكن ما حدث عمليا عشان ما بقاش من زايد على الناس، والناس دي في ناس اتكوت وقعدت في السجن نتيجه
توسيع دائرة الاشتباه. يعني ايه؟ انا بطلب من كل الناس وارجوكم والله العظيم وعلى حقه دون اي استحياء، اذهبوا الى رجل الامن، اسألوا ضابط الداخلية، اسألوا بتاع الامن، قولوا له كان الوضع شكله ازاي، عشان لما تتناقش وتقول لي واحد واثنين وثلاثة هيقول لك تعال مش هو عمل كذا، ودتني في حتة الفلانية، مش انت كنت بتعيط وتبكي عشان خاطر رجع لك 16 واحد ميتين، حصل كذا وكذا وكذا. بتاع الامن خدوه معاكوا في الحوار الوطني عشان انت لما تقعد وتقرر حاجات ما تحاسبوش هو بقى تاني هو عمل ايه. انت بتكلم على انه يعني المسؤولين عن الملفات الامنيه طبعاً في الحوار ليه؟ عشان هم اللي شايلين الشيله، ده هو اللي بيتحاسب في الاخر، مش هو بيتحاسب سياسيا. ولاده بيموتوا، ولاده بيموتوا، نشأت. انا اسف المثال انا هضربه ما تزعلش مني، انا ابني خلص ثانويه عامه ودخلت كليه الشرطه، باشا الباشا راح والباشا رجع، الباشا صدق عدى سنه اولى وثانيه وثالثه ورابعه، الباشا اتخرج، الباشا راح شمال سينا، جوزت وخلف، الباشا مات يا نشأت. هي دي المشكله، الباشا مات، اللي هو عنده واحده عندها 23 سنه معاها عيل وارمله دلوقتي والولد يتيم. مين اللي شال ده؟ الداخليه اللي شالته، مش شالته بقى مسؤوليه سياسيه، ده شالته ان زميلك وعشره عمرك اللي كان معاك من اولى كليه في الشرطه مات. فانت ما تجيش تقول لي رفاهيه القصه، لا، في ضوابط اسمها الامن، الضوابط اللي تحمي المجتمع المصري واللي تحمي سمعه العائلات واللي تحمي كرامتهم واللي تحمي الدم اللي راح ده، هذه الضوابط تحترم، تحترم. عايز اوسع دائره الاشتباه في منطقه من المناطق، ما انا خايف العيال تموت، انا خايف، انا مفيش بلاي باك، مفيش عوده في قرار الموت. الارهابي لما بيدخل مش بيحطني في محكمه، ده بيحطني امام رصاص. فخدوا رجل الامن معاك، قولي له هذا الملف قررنا ان احنا نعمل فيه 1 2 3، ده امنيا يحمي المجتمع؟ لو قال لك خلاص، لانه ما بقاش فيه دلوقتي فكره المنفعه. صحيح. يعني ما بقاش فيه مدير امن قاعد بيقبض مليون جنيه في الشهر، ما مش موجود الكلام ده. والله العظيم لو ذكرت مرتبات الضباط والافراد والناس اللي بتشتغل في جهاز حساس بهذا الشكل، يعني امر لا يرقى اطلاقا لمرتبه العمل اللي هم بيقوموا بيه. فارجو استدعاء العنصر الامني الى هذا الحوار، عشان لما نقول ونشرع ونعمل يبقى عندنا بعد امني في الشارع. لكن ما ارى حتى هذه اللحظه من الخطاب الاعلامي اللي موجود من بعض قوى، اعتقد ايضا انه يعني في الجانب الاخر يقابله افراجات كثيره في ضوء القانون وباستخدام القانون عن بعض الاشخاص الذين هم تحت سلطه من يستطيع الافراج عنهم. ففي نوع من انواع التوازي. 70% من هذا الحوار هيبقى في الحته دي. طبعا. ده من وجهه نظري. دكتور محمود، يعني انا تقديري الاول بس مختلف مع الاستاذ خالد ان الحوار النهارده مختلفين في كل حاجه، وده حاجه تبسطني الحقيقه. ابراهيم فرحان جدا في الاستوديو قوي قوي. ابراهيم النهارده بيقول لي احسن حلقه عملتها معاك السنه دي، عشان محمود مسلم وخرابك مختلفين. بس خلي بالك احنا متفقين على العشاء، مش انت سامع احنا هنسيبك. المده لم تطل في الحوار، مش شايف ان المده طويله، لانك انت بتتكلم على مبادره، على عدد كبير من الناس بعتوا آرائهم، انت ما كسرتش الحوار فقط على القوى السياسية، انت بعتوا لكثير من الشخصيات العامة ودول كلهم ليهم آراء. فالإجراءات حتى الروتينية او الإجراءات اللي هي اعداد أجندة الحوار وملفاته بتاعه، خاصة ان احنا دي فترة اعتقد معقولة جدا ولسه هتاخد وقت كبير، وده ان دل يدل على ان النظام ما كانش مجهز، وحتى الان مش عامل وجبات سابقة التجهيز. يعني ما اعتقدش ان النظام عارف هو هيوصل بالحوار ده لايه، يعني هو اخر الحوار هيعمل ايه. هو اعتقد ان هو سايب الحوار بيتفاعل وبينتج عنه، وبيحصل جلسات وناس بتقعد وناس بتجي، على اساس في النهاية طالما ان الهدف من الحوار ان نوصل لمصلحة البلد، فالتفاعلات مستمرة. ورأيي ان الوقت مش يعني بالعكس، انا رأيي ان انت تسيب المجال يتفاعل بشكل اكبر مع كل الناس اللي بتطلع على الشاشات وكل الناس اللي بتبعت اوراق، كل ده حوار حتى ولو لم يظهر نتائجه حتى الان. وزي ما قلت لك يعني النظام ما اعتقدش ان هو عنده خطة ان الحوار ده هينتهي بايه، وإلا ما يبقاش حوار، ده يبقى يعني فالدنيا. لا انت بلاش الدولة يعني او الحكومة او السلطة، خلينا نقول بلاش نظام. لا هو هي كلمة النظام انا برضو متحفظ عليها. ماشي، احنا قلنا السلطة يعني، خلينا اقول هل انت كأحد الفاعلين في
في المجال العام، ماذا تنتظر او ماذا تأمل من مخرجات لهذا الحوار؟ يعني انا كل اللي أمله ان الناس تدخل باقتراحات جادة. احنا عندنا مشكلة او في مشاكل، اي اداء في الدنيا ليه سلبيات وليه ايجابيات، نكمل ونبني عليها، مش نرجع تاني نهد ونجيب من الاول. الحاجة التانية ان الناس كلها تشارك، دي فرصة، وفرصة واختبار، يعني هو اختبار للمعارضة اكتر منها للنظام. النظام احنا شايفين انجازاته ووجوده ومستقر، المعارضة اللي هي ما كانتش لاقية الفرصة دي او كانت بتقول ان فيش فرصة، هذه الفرصة بقت موجودة، خش وقدم واعرض وذاكر وادرس وقدم، وذاتا ان المجال مفتوح. وفرصة او اختبار تاني للنظام في قدرته على تقبل النقد وتقبل، لان كلنا في النهاية بنهدف ليه بلد قوية وبلد، يعني احنا بس نعرف تعريف النظام، اصل كلمة النظام، النظام السياسي، النظام السياسي، السلطة يعني. يعني انا كنت خايف ان الامور تختزل في فكرة العفو والموضوع والملف ده، انا شايف ان في بوادر للعفو قبل ما الحوار يجي، ودي حاجة كويسة. اخيرا من النهاردة المهندس حسين عبادي، فدي حاجة كويسة ان يحصل مواضيع العفو دي كمقدمات للحوار، وليس كان الناس تروح الحوار تقعد يعني تناقش موضوع العفو، هو يعني ملف الملفات فيه. بس برضو في موضوع العفو عايز يعني اخد من حضرتك ومن الاستاذ خالد فكرة انه هؤلاء اللي حصلوا على عفو رئاسي من خلال اللجنة الرئاسية طبقا للقانون، ودي صلاحيات يمنحها الدستور القانون لرئيس الدولة، بيخرجوا وكأنه تصحيح موقف كان خاطئ قضائيا، او ان الدولة كانت ظلمتهم وهم خرجوا يعني بهذا الشكل، وبيجدوا يعني هناك فارق بين الفرحة لان انسان كان في السجن لاي سبب، مذنب او مذنب او غير مذنب، لكنه حكم قضائي خرج، فاحنا بنفرح انسانيا. لكن ما ينفعش انا اوظف ده سياسيا واقول انه الدوله بتبدا تفتح ابوابها ونوافذها ويتصحح اخطائها. برضو الجزئيه دي فيها اهانه للمنظومه القضائيه، واهانه للمنظومه الشرطيه اللي اشتغلت، واهانه للظرف السياسي والتاريخي كانت مصر فيه خلال السبع ثمان سنين اللي فاتوا. خلينا اقول انه واحد اذنب والقانون بيمنح الرئيس الحق انه يعفو عنه باي سبب، وحضرتك قلت انه ما فيش حاجه اسمها عندي سجين راي، يبقى هو اخطا جنائيا والقضاء والحكم عنوان الحقيقه قال ان ده مذنب، ولظرف او لاخر قلنا ياخد اعفاء. انا بس دي ازاي افرق بين عشان ما بقاش فيه خلط ولغط بين فكره العفو الدوله قويه بتعفو وانه الدوله بتصحح خطا. طيب احيانا بعض انا عارف اسال، لا طبعا سؤال هايل جدا، بعض الدول نتيجه الظروف الامنيه، لا احنا مش جايين هنا نقيمك بتعفس ولا لا، خليك هيستغل الكلام. لا هو سؤال طبعا هايل جدا، بعض الدول نتيجه فكرتني بحازم ابو اسماعيل. ايوه السؤال ده ممتاز جدا. لا لا محمود مختلف عن لا لا انا اصلا ضد، انا ضد التقييم اصلا، انا ما انا مع ضد ان هو يقول سؤال هايل، ما سؤال هايل يعني ما بعد شويه يقول لك لا السؤال ده وحش. لا 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 نقعد نقي. طيب برضو الدول نظرا للظروف الامنيه تحتاج في بعض الاحيان الى توسيع تفسير القاعده الاجراميه. يعني ايه؟ اشرح لي عشان انا مش فاهم. عظيم. يعني انا رئيس دوله عادي، انا رئيس عبد الفتاح السيسي رئيس دوله عادي، يعني كنت قاعد في رفاهيه من امري ثم فتح باب الترشح للرئاسه فذهبت وانا منتصرا ومنتعشا وذهبت الى الرئاسه؟ لا، انا في 30/6 وفي 3/7 تعالى لو سمحت، البلد بايظه في ظروف الدوله نازله، الدنيا فوق دماغك، اتفضل وانت بقى سايق. صباح الخير يا سياده الرئيس، النائب العام تم اغتياله. النائب العام، طيب يا اهل الامن، ما هو رئيس الجمهوريه ده لا ليس بالضروره ان يكون الاقتصادي الاول والامن الاول وكل، لا بيجيب ناس، يا اهل الامن يا اهل القانون يا اهل القضاء. طيب اذا كان تفسير القاعده القانونيه مثلا يقول انه في حال ما اني اؤيد قولا او فعلا، فعلا اجراميا ده امر قد تاخذ به جهات التحقيق او لا تاخذ، واخد بالك؟ لكن أنا الأوان حفاظا على المجتمع، وده دور النيابة العامة، تقول إيه في هذا الظرف هذه الجملة أو هذا الفعل يعد الآن جريمة، في أوقات الرخاء لا يعد جريمة.
يعني انا مثلا بفتتح محطه ميه، جيت سالتك قلت ايه ده احتمال الميه في الحته دي تبقى ملوثه، البوست بتاعك ده عمل 1,000,000 مشاهده، اروح بيك فين بقى؟ انا ارتكبت جريمه دون ادري. دي واحد، انت دلوقتي بتقول بعبر عن رايي خلاص. رايك ده مع البسطاء من الناس ما حدش قرب ناحيه الميه يا جماعه لان فيها مش عارف ايه. اجي انا بقى صرف لي 5-6 مليار مستلفهم وانت قاعد في بوست ترجعني 20 خطوه لورا؟ اتعامل معاها ازاي القانون؟ بروح النيابه بقى. هنا بقى النائب العام المتطور، النائب العام ده ملوش دعوه ولا بالرئيس ولا بالحكومه ولا البرلمان ولا حاجه، ده منه ربنا، منه ربنا على طول ثوابا وعقابا، يعني ان اخطا حسابه عند الله وان اصاب حسابه عند الله، مفيش حد خالص واخد بالك، لذلك امانه ثقيله واللي يسال عنها. فبالتالي النائب العام بيقول ايه في هذا الظرف؟ النائب العام ده يتصدى لاي جريمه دون بلاغ، يعني مش انت مثلا يحرك الدعوه طبعا دون بلاغ، ودوره ان هو يوجه المجتمع كمان، يقول للمجتمع ايه، وده في اداره اسمها اداره البيان في النيابه العامه انا بحييها جدا، لا عامله اداره رائعه، يقول له ايه في هذا الظرف من الزمن ونظرا لاننا نفقد ابنائنا نتيجه حربنا على الارهاب، يراعى الدقه الشديده في انك بتقول خبر قد يؤدي الى ارباك المجتمع. النائب العام بيقول كده. طب المره الجايه يقول لك حبس 4 ايام. ليه؟ قدامي حاجتين، يا لو سيادتك تبطل رايك ده اللي هو من وجهه نظر النيابه مش من وجهه نظر السلطه مش من وجهه نظر الحكومه، الفصل لمين؟ للنيابه وحدها، ان هذا الخبر قد يؤدي الى بلبله في المجتمع، وانا نبهتك او اديتك مره واثنين وثلاثه وانت مصر، لا من حق ان انا ايه احبسك، انت من جواك انك سجين راي، وانت من جواك ان وانا من جوه ما دام الموضوع عدى على النيابه خلاص يبقى في شرعيه ان هناك ادعاء. لكن عشان اكون صادق كمان، تم توسعه فكره التجريم في الفتره الاخيره، يعني بقت في حساسيه شديده جدا جدا. وهل عشان اللي انت قلته من شويه بس هل هناك في احكام المحاكم في كل الدول من امريكا لحد استراليا، هل هناك دقه 100% في احكام محاكم الجنايات؟ لا. طب انت يعني بتنتقد احكام محاكم الجنايات؟ اقول لك لا، ده محكمه النقد مش انا. محكمه النقد تقول ايه؟ اخطا الحكم. ها تقول ايه؟ اخطا الحكم. فبالتالي يبقى تقول لي 3 قضاة جنايات ويخطئ، اقول لك انا اسف يا فندم انا لا اجرؤ اقول كده، اللي بتقول كده محكمه النقد. 7 قضاة بقى من حاجه فخمه يعني، يقول لك تعالى اعلمكم القانون، المحكمه يجب ان تفعل كذا، فات على المحكمه، غاب على المحكمه، ده شغل نقد طبعا. مين بقى اللي دفع الثمن؟ اللي برئته المحكمه النقد انه بريء. المحكمه قالت ايه في النهايه؟ بريء. اذا هو عانى اولا من بره. بيعملوا ايه مع اللي بره؟ بياخد تعويض. ولا تعويض يجازي يوم في السجن، مش تبقى عارف. صحيح. ولا تعويض يجازي يوم واحد ظلما في السجن. طيب ده ما فيهاش كلام. محمود طيب انا بس كلمه اخيره عشان طب كلمه اخيره، كان الاستاذ خالد كان اقترح ان برضو ضم لا انا يعني ضم المسؤولين الامن في الحوار. انا رايي كمان يجب ان يضم للحوار اسر الشهداء، هؤلاء احق واولى ان يقولوا رايهم ويعبروا. انا النهارده طرحت فكرتين قايه في الروعه. ضم اجهزه الامن للحوار لانها عارفه البيئه والظروف، وضم اسر الشهداء لان هم دول اللي دفعوا الثمن طبعا. لان كمان انت لما تتكلم عن حوار مجتمعي وحوار كبير، ما ينفعش تقصي احد وتيجي تقول لا انا اللي هتكلم، اصلا انا ما يعني ما فيش. انت عارف انت كل تجارب المعارضه في القديمه في الديمقراطيه كانت يعني ما كانتش في ضرب يعني طول الوقت. مثلا احنا كنا بنشوف الاحزاب زمان، كان الاحزاب تطالب النظام بالديمقراطيه وهم في ممارساتهم كلها دكتاتوري. كانت ممارسات صعبه. عشان كده مثلا الناس فرحت زمان بحزب الوفد لما جه الدكتور السيد البدوي مطرح الاستاذ محمود اباظه في انتخابات حره، كانت الناس شايفه ان ده نموذج ممكن بيحصل في المعارضه، ان يبقى رئيس حالي ويخش انتخابات ويجي رئيس بتاع. المهم يعني ان احنا اسر الشهداء دول ليهم دين في رقابينا كلنا، لان هم اكتر ناس دفعوا ثمن ان البلد دي تبقى مستقره. عشان كده دائما تلاقي الرئيس هم حاضرين في معظم لقاءاته، جابوا ناس منهم اتعينوا او انتخبوا في مجلس النواب ومجلس الشيوخ، بنشوف الرئيس في صلاه العيد للاطفال. فدول محتاجين يبقوا موجودين، ومحتاج كمان الناس تبقى عارفه ان انت ما دام هتجيب المجتمع
ما دام هو حوار مجتمعي فكل المجتمع يبقى ممثل. ما ينفعش تيجي تقول لي لا اصل ده مش عارف ايه وده ايه وده ايه وتتحكم بشكل معين باستثناء الاخوان. يعني الاخوان غير مرحب بيهم، غير هو الخط الاحمر الوحيد اللي عندهم. يعني الاخوان ومن يتعاون معهم، يعني ما انت اللي هيتعاون معاه ده ما اصبح جزء منه. فدي محتاجه. لكن انا برضو تاني بقول لك ان الحوار في حد ذاته المبادره جيده، التنظيم والاجراءات والتخطيط ليه ماشي بشكل كويس، ما طولش. بالعكس لو احنا قصه وبتاع كانت اتلمت كلها في اسبوعين وخلصت، وده دليل ان زي ما بقول لك السلطه او النظام او زي ما بتحبوا تسموه ما عندوش حاجه هو هادف ان هو، لا هو سايب حوار بس الناس بقى تذاكر وتدرس وتقدم. مش عشان كمان تقنع النظام بس، لا عشان كمان تقنع الناس في الشارع. صحيح. ان هي جديره بالمسؤوليه. تمام. في كلمه عايز اقولها؟ لا يعني انا بس واقف عند فكره المخرجات بتاعه الحوار. حتى هذه اللحظه الحوار ناجح، حتى هذه اللحظه الحوار ناجح، لان هناك اشخاص كانوا في السجون الآن هم في منازلهم، ده واحد. لأن الأفكار التي طرحت من الخطاب الإعلامي البسيط الذي رأيته لبعض الناس اللي خرجوا في الإعلام به بوادر تبدو طيبة، لأنه في التزام بأدبيات الحوار. يعني ليس من البطولة إطلاقا أن أنا أطلع وأقول يعني ألفاظ كبيرة أو عناوين كبيرة، لا ده أنا ما شفتوش في بعض الخطابات الإعلامية، ما زالت منضبطة لما يرقى لمرتبة حوار. لكن أهمس في أذن أصحاب الدعوة للحوار، أخشى أن تكون الأغلبية أو يكون المؤيد يعني إيه مش فاهم الصورة شوية، أو واخد على خطره شوية، أو مش عارف هو الـ يعني السبع تمن سنين دول اللي هو أيد فيهم الدولة وغض، يعني أو كانت المسطرة بتاعته حنينة شوية. ما هو كلنا وطنيين يعني، وما فيش أنبياء في طبعا. قيادة الدول لا يوجد أنبياء فالوطني ده كان بيعمل إيه؟ انا شايف ابويا في ازمه، مش هتك عليه في الحته دي شويه. واحد تاني يقول لك ما اعرفش ازمه مش ازمه، انا صوتي عالي انا مش عارف ايه، التاني ما يقلوش وطنيه عن بعض. صحيح. بس كل ما هنالك ان ده رجع قال ايه، يعني انا شايف الحال وشايف الدنيا، فيعني هخلي صوتي واطي في الحته دي شويه. اخشى ان نكون قد جرنا على حق هذا الشخص، او اننا اعتقدنا ان غيره هو صاحب وطنيه رفيعه او مميزه عن هذه الوطنيه اطلاق. ده ما حصلش. تضرب امثله عشان انا مش فاهم والله. هو اصلا توزيع والله العظيم توزيع سكوك الوطنيه في حد ذاته، يعني انا فاهم انه في بعض الناس مش مطلوب يعني. بيقولوا انه احنا 8 سنين واقفين مع الدوله وبعدين في الاخر يعني انا مش بينتقدوا الحوار الوطني. لا انا ما قلتش كده. ده اللي فهمته انا. لا انا قلت، انا هقول تاني. اذا اي شخص يدعى الى هذا الحوار لابد ان يكون له صفه. يعني ايه صفه؟ يعني نقول الاطول الاقصر وهكذا، رئيس حزب، نائب رئيس حزب. لكن فكره انه احنا نحط كوتا انه من الناس اللي خطابها الاعلامي حلو في المعارضه نجيبهم ونبروزهم ونخليهم هم اللي طالعين ويتكلموا كي نعطي زخما، لا الاثنين، الراي ده وطني والراي ده وطني. فنعمل وانا بالتالي الدعوه تكون بمعيار. يعني عندما نقول رؤساء الاحزاب خلاص، عندما نقول البرلمانيين خلاص قضي الامر، لما نيجي في معيار بقى الشخصيات العامه، لا طبعا ما فيش معيار. اي بس المعيار. ما ده هيحصل خلاف، ما كل واحد اكيد لا. في واحد مش عاجبه، ما هو انا ما قلتش مش عاجبه، ما برضه عندما يوجد معيار ما فيش حاجه اسمها مش عاجبه. طب احط معيار، ما هو ما فيش معيار للشخصيات العامه. الجمله دي لازم، الفئه دي لازم تعريف يعني. لا نعديها بقى ليه؟ لما اجيب راجل نيابي خلاص انا عداني العيب. لما اجيب رئيس حزب عداني العيب. لما اجيب المجلس اعلى الصحافه عداني العيب. هيئه الوطنيه للاعلام عداني العيب. اما اجيب حد يمثل القضاء عدان العيب، الازهر الكنيسه عدان العيب. لكن اجي اقول الحبه دول او لا واثناء الحوار بقى لغه الحوار تكون يعني مفيش حد وطني اكتر من التاني، كل الناس وطنيين. واوعى تفتكر انه بعض الناس منهم يعني نشأت، هو انا بقول لك مثال صريح، هو كان يتحمل كثيرا على اعصابه وعلى وضعه الاجتماعي واشياء وصلت الى حدود كبيره جدا نتيجه انه واقف مع الدوله بقلب من اول يوم من 7 سنين لحد دلوقتي. خلينا صرح، ولا انا غلطان؟ ومش معنى كده ابدا ان نشأت راضي عن كل شيء، لا في حاجات، بس هو عنده حساسيه ايه، انه في حاجه ليها وقت وحاجه ليها وقت. قدر هذا الكلام. اجي انا في يوم من الايام بقى اقول ده انت كنت غلط 7 سنين اللي فاتوا؟ لا طبعا. لا ما هو برضه معلش 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 وجهه نظر تاني.
الناس اللي داخل الحوار على بمفهوم ان هو هنبدأ من الاول وكله بتاع مش عارف ايه ده ناس ساذجة يعني. دول ناس ساذجة. لا دول ناس ساذجة. طب في ناس بالك قالت يا محمود ايه بالكلام بقى انا في ناس عايزك تفتح قلبك كده وتقول ما تقلقش. الناس عايزين يخشوا في الحوار او المعارضة وابراهيم طبعا سمعني قالوا ان احنا عشان خاطر نكون الدولة جادة في هذا لابد ان يختفي من المشهد هؤلاء الاعلاميين اللي شوهوا صورة الدولة علينا احنا. انا بقول لك ده اتقال. لا ده اتقال فين؟ اتقال في اوسط وذكر بعض هؤلاء ال وذكر الاعلامي بالاسم مجموعه من الاعلاميين مش اعلامي مجموعه من الاعلاميين قال لك بقى لا خلاص نغير بقى لان دول هم قالوا ان دول اساءوا للدوله بالدفاع عن الدوله والهجوم على المعارضين ومن نصبهم قاضيا كي انا بحكي لك ما قيل. لا خطأ بقيل. لنا دوري ان انا اقول عليهم ان هم لا يكونوا موجودين. كل مصري يكون موجود طالما انه لم يرتبط بدم في يده تجاه مصري اخر. لا حضرتك تنكر عليه وجوده ولا هو ينكر عليك وجودك. فقط المفروض في الحوار انكم تقعدوا لصالح بلدكم وتتفقوا. اقول لك الحقيقه في وقت من الاوقات وانا اعتقد يعني كنت بتكلم معاك في هذا الكلام انت كنت دايما بتنتقدني او بتنصحني ايا كان كاصدقاء انه يعني بلاش ان احنا نتطاول ببعض السباب على بعض المعارضين ايا كانوا ده بشكل عام وده مش عشانهم عشانك انت ده صحيح صحيح وبلاش اهدى شويه علشان صحتك ده مظبوط والكلام ده كان بيقوله كل المقربين وانت يعني لكن فعلا لم يكن مخططا انه يبقى فيه هجوم فيه سباب على الاطلاق لكن انا بقول لكم الحقيقه لما كنت بشوف واحد زي معتز مطر ولا محمد ناصر ولا زوبع ولا غيره بيبدا الحلقه بالتطاول على راس الدوله بيشتم انا هطلع اديله اقول له حضرتك انت اخطات ولا هو لن يفهم هذه اللغه والجمهور المصري الحقيقي اللي بيتابعني كان لا يفهم اللغه ان انا ابقى بلغتك انت منحنح يعني ماشي كده ايه يعني هو غلطان ما انت انا اقدرش مش عالي قوي انا مش هقدر اعملها كده مش هقدر اعترافات اعترافات قويه جدا لا لا مش هقدر اقول هذا كده مش هقدر فانا كنت اجد في البيت برضو ست والدتي تقول لي انت بلاش الالفاظ دي عندها انا مش شتام الحقيقه يعني وانا العيبه دي كنت بتضرب عليها وانا صغير وبحاول انتقي بعض الالفاظ اللي اوجعوا بيها من غير ما اعمل عمليه ابتزال للناس اللي بيسمعوها صحيح لكن هي كانت معركه بتتطلب كده انا للاسف الشديد من الاخر هم في مستنقع اضطريت انزل لهم المستنقع انا ده هذا ما جرى لا لا انا مقدر احنا في الوقت الحالي والله مش مزايده خالص في الوقت الحالي انا لقيت الدوله بقت قويه ما فيش يقولوا اللي انت عايزينه خلاص ولا تفرق معانا القافله تسير لا بس هنا في تفرقه بين امرين في تفرقه بانك بتوجه حوارك لمثال زي اللي انت ضربته المدعى معتز مطر ده مثال سيء جدا وتستطيع ان توجه له ما تشاء من تغاد دون سباب لاي شخص انا لا اقبل السباب علنا لانه يمثل الجريمه فده موضوع تاني لكن فيما يتعلق باشخاص اختلفنا معهم وهم في الداخل واخد بالك ازاي لا يمكن لا هو يقول لك نقد ولا انت تقول له نقد في الوطنيه لكن في الملفات تختلفوا أنا معاك انت واخد بالك ازاي انا برضو عندي وجهه نظر وانا قلتها لك قبل كده ما دام انت متذكر الحوارات القاعده دي مش عارف انا برضو مع دايما عدم السباب مهما كان الموقف ليه لانك انت راجل اعلامي وما شاء الله اللغه العربيه عندك كويسه وتستطيع ان تختار منها واخترت الله ما يوجع دون سباب يعني. لان السباب في النهايه هو يعني امر وفي ناس بتزعل منك من هذا الامر لكن انا لا استطيع ان انكر عليك انك رجل وطني انك بتدافع عن البلد وفي وقت صعب واحنا كلنا انفعلنا انفعالات مختلفه في اوقات مختلفه وفترات مختلفه حسب درجة لان في احيانا برضو كانت بتحصل حاجات خارج المنطق وخارج العقل في ناس كانت بتطلع تقول كلام خارج المنطق وخارج العقل وانت طبعا من حقك انك تنتقد ما تشاء وما فيش حد زي ما بقول لك ما ينفعش المعارضه يحجر عليك يقول لك لا اصل انت ما تنتقدنيش انا معارضه ما تنتقدنيش انا بتاع في وقت لما كان مثلا انا فاكر وده كلام الناس اللي انا دايما اوصفهم من احنا حين لما كان الرئيس السيسي كنا عايزينه ينزل انتخابات الرئاسة وبعض الناس تقول لك لا يعني ده كان يعني افضل يتنيه وزير دفاع وكان رأي غريب جدا يعني ازاي يا جماعة راجل يعني يتنيه وزير دفاع وهو الادرى بالملفات والمشاكل وبالشعبية ولازم اللي كان رئيس يجي
عشان يقدر يوصل اللي احنا وصلنا له ده كان لازم يبقى شعبيته كبيره جدا. ما ينفعش تاني رئيس 52% و51%، كان لازم يبقى شعبيته كبيره جدا لان عشان يقدر ينجز والناس تثق فيه. فكنا هنلاقي مين تاني؟ فطبعا لكن فكره بقى التقييم ان كل واحد يجي يقول لك لا والنبي ده يطلع وده ما يجيش، ده يا سيدي هو اسمه حوار وطني. وبرده تاني هقول لك النظام اللي هيدفع ثمن مخرجات هذا الحوار، فما يجيش واحد يجي يقول النظام اللي هو السلطه، لان في النهايه هو اللي منتخب، هو اللي الناس هتيجي تقول اه ده كويس او ده وحش، مش ساعتها الناس مش هتقول المعارضه. دكتور محمود شرفتني. الله يخليك، ده انا اتشرف شكرا جدا لحضرتك. شرفتني. الله يحفظك. خليني اقول انه في معركتنا مع الاخوان ليس لدي ما اعتذر عنه، اما في خلافات واختلافات وجهات النظر مع ما هم بخلاف الاخوان وكافة القوى الوطنية أنا متسامح إلى حد كبير أو إلى حد واضح تماما، وأعتقد أنه المجال العام متسع ومتسع للأراء المتنوعة، وأعتقد أن التنوع في الأراء ثراء، ولكن من هاجمته في أثناء معركتنا مع الإخوان المستمرة ربما جاء في الطريق بشكل عرض يدافع عن الإخوان أو يهاجمنا في وقت كان بيحاول يشغل الرأي العام بشكل مختلف، فأنا جرى ما جرى والحق واضح، والدولة المصرية لا مزايدة عليها ولا مزايدة على الوطنية. وبالفعل من خلال هذا المنبر هذه المنصة المجال مفتوح للجميع، طالما كان هناك أدب الحوار، الخلاف على أرضية وطنية أو الاختلاف على أرضية وطنية، لأنه لا يمكن نكون كلنا نسخة واحدة، فجميعنا نسخ مختلفة متنوعة، ده بيمثل رصيد للوطن. انتهى وقت الحلقة، دمتم في أمان الله.